الأدلة. وهنا قرار المحكمة الأمنية اعتبر أن فصل 50 قبل يطبق في الأحكام الابتدائية ولا يطبق في نزاع التعرض. هنا مثلا كاين تبرير الحكم القضائي. هنا إذا رجعنا الفصل 40 من ظاهر التحفظ العقاري كان كيقول بأنه بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام 8 أيام يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون الإصلاح المدني. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون، ولكن لكي يطلع هذا من الأحكام في مسطرة التحفيظ يتم تلقائيا، ماشي بالضرورة تجي كمحامي أنك خص في الميدان في القضايا العادية خصك دير طلب، حيت حنا باش تبدا التبليغ والتنفيذ إلى غير ذلك لابد من مبادرة المحامي باش ياخذ نسخة تبليغية إلى غير ذلك باش يبلغ، باش تبدا المرحلة ديال الأجل ديال الطعن بالاستئناف، حيت ما غاديش تبدا إلا من تاريخ التبليغ. ولكن إذا حتى في المسطرة ديال التحفيظ العقاري المشرع ما حددش لك ما كيلزمش أنك دير طلب، لا تلقائي هذا موجه لكتابة الضبط بمجرد صدوره، حيث تقوم بذلك كتابة الضبط التابعة للمحكمة التي صدر عنها الحكم المراد بالتبليغ، وذلك خلال مدة أحدد الأجل مدة لا تتجاوز 8 أيام ليبتدئ أجل تقديم الطعن بالاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم كما هو منصوص عليه في 84. كما تنص مقتضيات الفصل 40 من ظاهر التحفيظ على أن يتضمن في التبليغ هذا الإجراء الجوهري إمكانية طلب الاستئناف داخل الأجل المحدد في قانون الإصلاح المدني. هنا كتلاحظوا راه إجراءات دقيقة، هنا كيبين لك هالعنوان اللي اخترته نقابة مشكورة لأن هناك إجراءات إصلاحية دقيقة جدا بخلاف القواعد العامة في قانون الإصلاح المدني. هنا المشرع اش كيقول لك؟ ماشي غير نبلغوا الحكم، لا خصك في التبليغ تشير ليه بأنه راه عندك أجل ديال الاستئناف، بحال مثلا في القضايا الزجرية ملي كتصدر المحكمة الحكم المشهد يلزمها باش تقول للمتهم عندك 10 أيام الاستئناف، هذه يلزمك كمحكمة. هنا لقيت في ميدان التحفيظ العقاري قضية التحفيظ العقاري حتى هو ملزم أنك دير في التبليغ بأن عندك الأجل ديال الاستئناف في هذا الإطار. وهنا غادي نطرح السؤال في حالة لا ما كاينش هذه الإجراءات واش كتكون يعني البطلان واش ما كيكونش لأن لا بد أن نرتب الأمر فيما يتعلق ببعض الشكليات لأنه يثار النقاش في الوسط ديال العدالة في بعض الأحيان كنقولوا السؤال الجوهري واش حنا ملي كندير واحد الإجراءات مسطرية وكنحددوا لها الأجلات وماذا بعد؟ السؤال هي ماذا بعد؟ واش خصنا نبطلوها؟ واش خصنا نجعلوها كأنها لم تكن؟ ما هي الآثار؟ يعني السؤال ما هي الآثار؟ لأن دابا إلى لاحظنا مثلا في القواعد العادية الأجلات ديال 5 أيام ما بين التبليغ إلى كان داخل الدائرة 15 يوم إلى كان وإلى المحكمة مثلا ما احترمتهاش واش خصنا نبطلو؟ كاين اللي كيقول لك البطلان خصو يكون بنص كيقول لك لا مادة 49 على الإخلالات المسطرية مرتبطة بالضرر، وبالتالي كنلاحظوا حتى محكمة النقض واخا ما تمرش في 5 أيام كتجي كتقول لك أودي إلا جا المدعى عليه واخا أنه التبليغ ديالو غير صحيح بالمفهوم القانوني ولكن الغاية تحققت، وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة أن نطالب يعني بترتيب الأمر وهو المطلق. إذا اطلعنا على العمل القضائي في هذا الإطار جانب الحكم قد تعرضت لمثل القضايا اللي خيبت على النتيجة فيها. كتقول القرار المطعون فيه لما اعتمد تبليغ حكم ابتدائي في إطار الإصدار التحفيظ
لم يشعر فيه المبلغ إليه على أنه بإمكانه طلب استئنافه داخل الأجل المقرر في قانون مستر دنيا، واعتبر ذلك التبلوغ سليما وارتبع عليه عدم قبول الاستئناف، فقد خالف مقتضيات الفصل الربعي المشار إليه وتعرض للنقض والإبطاء. هذا وهو ما صارت عليه محاكم الموضوع. لاحظوا رتبت عليه أن هذا التبليغ اللي كان بالنقول له الحكم صادر في قضايا التحفيظ العقاري وما قلناش لي بأن عندك أجل استئناف، محكمة النقض كترتب عليه الإبطاء وصارت عليه تبع محاكم الموضوع. هنا جا غادي قرر استئناف الناضو، كتقول بأن التبليغ على فرض صحة وقوع الجدل فإنه ورد على نحو المخالف لمقتضيات الفصل 40 من ظاهرة 12/2013 بشأن التحفيظ العقاري الذي نص على قاعدة خاصة لتبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، وهي التنصيص في التبليغ على إمكانية استئناف الأحكام داخل الأجل القانوني. هنا لاحظوا محكمة النقض لحكم الموضوع لا تتهاون في هذا الإطار، بالتالي اعتبرته يعني إجراء جوهريا ضروريا يجب على محكمة التحفيظ أن تحترم هذا الأجل وإلا ترتبع. بالتالي هنا راه ممكن كمحامون أن تتمسكوا بهذه النقطة، لأن توجد لمحكمة النقض أنه تعتبره إجراء جوهريا يرتب عليه بطلان ويكون موجبا لنقض القرار الذي لم يحترم هذا الإجراء الجوهري. هذه التقلصوا عليه بعض الخصوصيات فيما يتعلق بطرق الطعن. طرق الطعن في الأحكام العقارية يلاحظنا بأن الطعن بالتعرض تخضع مثلا بالنسبة للطعن العادية عندنا طعن بالتعرض طعن مستير. الطعن بالتعرض تخضع إلى جميع الأحكام الفدائية كقاعدة عامة شريطة أن تصدر في غيبة المحكوم عليه وأن لا تكون قابل للسداد، هو الشريط باش يديروا التعرض. ولكن نزاع التحفيظ العقاري لا تقبل طلب الطعن. عرفت واحد الخصوصيه فيما يتعلق بطرق الطعن، ما يمكنش نستعملوا التعرض كطريق من طرق الطعن العاديه امام يعني محكمه التحفيظ. لكون جميع الاحكام الصادره فيها قابله للاستئناف بغض النظر عن قيمته نزاع التحفيظ. لأن الشرط الأول كيقول لك في التعرض في قانون الإصدار المدنية خص يكون صدر في غيبة المحكوم عليه وإلا يكون قابل للاستئناف. هذا جوج شرطين متلازمين، لأن إذا كان الحكم قابل للاستئناف الشرط الثاني لم يتحقق. هنا المشرع في التحفيظ العقاري في قضية التحفيظ العقاري كيقول لك التعرض غير ممكن لأن جميع ديال الأحكام ديالها قابلة يعني للاستئناف بغنم، وهو الشيء الذي كرسته محكمة النقض في حيثية أحد القرارات. شنو قالت؟ قالت بأنه هو حيث إن ظاهر 12/2013 هو قانون الموضوع وقانون الشكل. راه قلنا هاد الملاحظة في البداية ديال المداخلة، وهو استثناء أن قانون التحفيظ العقاري في قوانين الموضوع وقوانين الشكل، وهذه قوانين الشكل هي المحددة، ودائما القانون الخاص يطبق على الشريعة العامة وما كنرجعوش للشريعة العامة إلا عندما لا يكون هناك نص في نص خاص. وكذلك فقد تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الأحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن التي ترد في الأحكام، فنص على أن الأحكام يطعن فيها دائما بالاستئناف كطعن عادي وحيد دون التعرض ومهما كانت قيمة العقار. أما بالنسبة للقرار الاستئناف الصادر في إزالة التحفيظ فإن المشرع نص على عدم قبول هذا مباشرة. القرارة الاستئنافية الصادرة في إزالة التحفيظ المشرع نص صراحة على عدم قبول التعرض صراحة في الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري. كاين خصوصيه في الطعن بالاستئناف، هو عند الاجل ديال 30 يوم بحالو المسائل العاديه،
لكن مقتضيات الفصل 136 اللي حال عليها قانون التحفيظ العقاري اللي كيدخل ضمن الاحاله والذي نص على ان الاجل يعني في الماده العاديه تضاعف 3 مرات لمصلحه الاطراف الذي ليس له موطن ولا محل اقامه مملكه ولا هادي في القواعد العاديه 136 كاين هذا الشرط ان الاستئناف عنده 30 يوم، ولكن يمكن في 136 ان تضاعف هذا الاجل 3 مرات لمصلحه الاطراف الذين اجل ليس لهم موطن ولا محل اقامه بالمملكه. ومن ناحيه القانون يطبق في قضايا التحفيظ وذلك لتعارض جيل كاين واحد الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ 3/1915 والمتعلق بضبط التفاصيل المتعلقه بتصديق الضابط العقاري الراجع للتحفيظ باعتبار نصا خاصا او لم يتطبق. اشخاص نص على ان الزام جميع الاطراف في نزاع التحفيظ بضروره تعيين محل المخابره معه بدائره نفوذ المحافظه المتواجد بها العقار اذا لم يكن له موطن بها، وذلك حتى الى تجيب تبليغات النيابه العامه. يخرج من هذه الاحاله 136. كاين واحد النقاش فقهي كيقول لك واش هذا القرار الوزيري اللي هو يعتبر نصا تنظيميا هل يرقى الى درجه قانون عادي بحجم قانون المسطره المدنيه اللي كتعطي في الماده 136 هذه الاجل في هذه الحالات المحدده. اما شكليه البقاء الاستئنافي فيحيل الفصل 41 على الفصل 141 من قانون المسطره بشان شكليه البقاء الاستئنافي، لكن على سبيل الجواز وليس الوجوب، لان هناك في قضيه التحفيظ مرونه بخصوص شكليات البقاء الاستئنافي، وهذا ما استقرت عليه محكمه النقد في قراراتها على عدم وجوب التقييد في استئناف الاحكام الصادره في زادر بالشكليات التي يجبها الفصل 142. هنا الى لاحظتوا ان قانون التحفيظ العقاري في واحد المرونه على مستوى يعني الشكليات فيما يتعلق الى لاحظتوا في الاحكام القضائيه ما كاينش الماده 50 بداك الصرامه، وكذلك الى لاحظتوا حتى في المقام الاستئنافي كاين فيه نوع من المرونه. بقي بعض كاين قانون التحفيظ العقاري ضم احكام الطعن بالنقد وقد خص ببعض القواعد الخاصه، لكن احال بشان القواعد المسطره العامه والمشرع سكت عن التعرض غير الخارج عن الخصومه والتماس اعاده النظر. هذا سميتو الطعون غير العاديه المتمثله في التعرض غير الخارج عن الخصومه والتماس واعاده النظر، هذو من الطعون التي تم استبعادهما في قانون التحفيظ العقاري. اجل الطعن كما قلنا فيه 30 يوم ويوقف الطعن بالنقد التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري تلقى الفصل 92 قانون المسطره المدنيه. بقي ان اشير الى خصوصيه اساسيه في تنفيذ الاحكام في ماده التحفيظ العقاري، منها ان لا تكون ما يمكنش نلقى واحد الحكم صادر في التحفيظ مشمول بالنفذ المؤجل. ما كايناش، هذه بعض الخصوصيات انه لا يمكن سواء التنفيذ المؤجل يعني بقوه القانون او بالمفهوم ديال 147 اي التنفيذ المعجل الوجوبي القضائي او التنفيذ المعجل الجوازي، ولكن هناك خصوصيه ان ولا تحال على المحافظ العقاري هذه احكام التنفيذ الا بعد صياغه الحكم نهائيا، ولا يمكن المحكمه الزام المحافظ على تنفيذ الحكم وانما يتعين سلوك اجراء الطعن ديال قرار الرفض الصادر عليه، وعند الغاء قرار الرافض قراره الرافض للتنفيذ هنا يمكن الحديث عن الزامه بالتنفيذ. اذا هذه بعجاله بعض الخصوصيات التي اتى بها المشرع في قانون التحفيظ العقاري، وكما تلاحظون هي قواعد مصدريه دقيقه مضبوطه يتم مراعاتها سواء من طرف المحكمه او من طرف الدفاع حتى تكون هذه الدعوه سليمه من ناحيه وعندنا الرقابه ديال محكمة النقد في هذا الإطار. وحتى لا أطيل غادي قبل أن أعطي الكلمة للدكتور حسن فتوح حتى يضيف في هذا الإطار، لابد أن نشكر السيد رئيس جمعية هيئة المحامين يعني بالمغرب زميلنا السي الزياني على تشريف هذه النقابة العتيدة بهذا الحضور، وكذلك جميع الأعضاء النقباء
ونحن سعداء أن نكون بين زملائنا. أعطي الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاستاذ جناح. قبل أعطي الكلمة للمستشار الدكتور فتوح، أعطي الكلمة للأستاذ أسامة نقي بالنسبة للكلمة باسمي. بعد إذنك أحسن احترام سجل على المقاطعة التي حصاوة يكون بالمناسبة شرط من الزميل الاجتماعي باسم جمعية أخرى. بالنسبة للرئيس أراد تحديثك فقط نحو السادة المطالعة الحاضرين. أعطيك كلمة بسيطة وتستمر في الكلمة. مرحبا. شكرا لسيدنا كريم في المحالي والناس الزميل وصفك أستاذ رمضان الشافي. السادة النقباء، أولا فقط مساء الخير، أحيي منصة وزملاء وإخوة الدكتور جناح، سواء الدكتور فتوح وزملائنا في العمل، أشكركم على هذه المبادرة وهذا التعاون البناء. شكرا لكم السادة النقباء زميلاتي زملائي، هنيئا لكم بهذا المكان وهذا النشاط الذي نقدمه حقيقة أساسي جدا إلى تكوين وتكوين مستمر. هو أصبح من الضروريات. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم جميعا وأتمنى لكم التوفيق والسداد. شكرا لكم. كان بامكاننا أن نستمر معك حقيقة، ولكن تعلمون نحن مرتبطين باجتماع الجمعية في ضيافة هيئة محاملة بالناس، لذلك أنا آسف على عدم استمتاعنا معكم بهذه الندوة وهذه الكفاءات العالية. أتمنى لكم التوفيق وشكرا مقدما. بدورنا سيد رئيس جمعية هيئة المحامين، بدورنا نجدد لكم الشكر وللسادة النقباء وللسادة الحضور الكريم. حقيقة هذه المبادرة غير مسبوقة من طرفكم ومن طرف سيادتكم وبحضور سادة النقباء. هذا الجو ممكن إلا أننا نوه به، لأن يجب أن نعطي كل من موقعه أن تكون له غير على هذا الوطن. وكما قال السيد رئيس جمعية هيئة المحامين السيد زيادين بأنه نحتاج أن نكون سند لبعضنا البعض في التكوين، في التأطير، في المواكبة، في المصلحة العليا للوطن. وبالتالي فنشيد ننوه بهذا الجمع المبارك اللي تلتأم في هيئة مكنس، تلتأم في هيئة مكنس الرشيدية، وفي هذه ونحن بصدد الحديث عن المنازعات العقارية في هذه البقعة المباركة. هي بقعة مباركة أرض الشرفاء بطبيعة الحال وأرض الأولياء. وبالتالي فنتمنى من السيد رئيس جمعية هيئة المحامين مشكورا على هذه المبادرة الطيبة أن يزيد الانفتاح وأن يزيد التواصل والتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية حتى تكون هذه السنة التي سنت هنا بهيئة المحامين من كلاس الراشدية أن تكون سنة حسنة لكم أجرها وأجر من سيعمل بها في جميع هيئة المغرب. وشكرا جزيلا لكم. شكرا سي صبري، سي زميلي سي جناح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أجدد الشكر لكم جميعا على حسن الإصغاء. وما تفضل به زميلي محمد جناح أكيد بأنه حينما نتحدث الإخوان والأخوات الإخوان الأعزاء والأخوات العزيزات، حينما نتحدث عن العقار ونتحدث عن موضوع الدورة التكوينية اللي هو خصوصيات المسطرة في القضايا العقارية، فأكيد بأن سيد النقيب ومع سيد صبري وأعضاء المجلس هو إخوان هذه الهيئة، وكما تفضل سيد جناح بأنه أحسنتم اختيار عنوان، وخاصة حينما وهو ينسجم
ينسجم مع عنوان اليوم الدراسي المبرمج او المصباح عقده يوم غد ان شاء الله، وهو ذلك المتعلق بالعداله الاجرائيه. وحينما نتحدث عن خصوصيه المسطره فالمسطره هي جوهر العداله الاجرائيه. لا يمكن ان ننتقل الى الموضوع كسلطه قضائيه او كقضاه او كمحكمه ان نتحدث عن الموضوع او نصدر حكم في الموضوع الا بعد التاكد من سلامه الاجراءات التي اتخذت قبل اصدار الحكم الفاصل في نزاع معين، سواء تعلق الامر بعقار او بغير ذلك. لكن حينما نتحدث عن العقار ونتحدث عن خصوصيات المسطره فاكيد بانه اولا هناك مسطره، ثانيا هناك خصوصيات. فهذه الخصوصيات من اين تبدا؟ من اين تبدا الخصوصيات؟ تبدا اولا تبدا حينما نتحدث مثلا حينما يحال علينا ملف، نحن القضاة في المحكمة يحال علينا ملف، هذا الملف أول ما يمكن الانتباه له من طرف السادة القضاة أكيد بأنه هو طبيعة العقار. ما هي طبيعة هذا العقار؟ موضوع هذا النزاع أكيد بأنه المقال يكون دائما إما أن يحال كما تفضلت الجماعة يحال من طرف المحافظ في إطار قضية التحفيظ، وإما أن يحال مباشرة عن طريق السادة المحامون عن طريق مقال افتتاحي بطبيعة الحال ويعين مقرر لهذا الملف. هذا الملف بطبيعة الحال حينما يطلع عليه المقرر أو يطلع عليه القاضي المكلف حسب الأحوال، إما أن يكون قاضي مكلف بالقضية في إطار القضاء الفردي وإما قاضي مقرر في إطار القضاء الجماعي. إذا هذه المصطلحات أكيد بأنكم تعلمونها، ولذلك نتداولها معكم لتمييز ما بين القضاء الفردي والقضاء الجماعي، لأن ليس كل قضية عقارية تكون قضاء جماعي إنما بحسب طبيعة الحق بالحق عيني، وإما حق شخص لحق عيني عقاري قضية جماعية أو قضاء جماعي، حق شخص عقاري قضية فردية بطبيعة الحال. ولكن هنا نتحدث عن إما القاضي المقرر القضاء الجماعي أو القاضي الفرد أو القاضي المكلف بالقضية في إطار القضاء الفردي. قلنا بأنه من أين تبدأ المسطرة؟ تبدأ المسطرة من حينما نطلع على طبيعة العقار، نطلع على طبيعة العقار من نميز ما بين يعني لنعرف ما إذا كانت طبيعته هل ينتمي إلى أملاك الدولة العامة أم أملاك الدولة الخاصة؟ أولاً لماذا نطلع؟ يجب على القاضي أن يعرف طبيعة العقار. لماذا؟ لتطبيق القانون الواجب تطبيقه على النزاع طبقا للمادة الثالثة أو الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يجوز للقاضي أو بشكل عام للمحكمة أن تغير سبب أو موضوع الدعوة، ولكن يجب على المحكمة أن تطبق القانون الواجب تطبيقه ولو تم تكييف النزاع من طرف السادة المحامون خطأ مثلا غير مقصود. إنه هناك محامي يمكن يقدم مقال افتتاحي ولكن خطا في تعطير النزاع، يعني مؤسس النزاع على فصل معين خطا بطبيعه الحال، خطا وارد من طرفي انا كمحامي مثلا، ولكن المحكمه لا يجوز لها ان تخطا في تطبيق او في استخراج وفي معرفه وفي تطبيق القانون الواجب تطبيقه على اللازم، والا تكون هنا قد اهدرت وقد ضيعت وضاعت يعني اي خطا من طرف القاضي في تطبيق القانون الواجب تطبيق من شانه ان يترتب عليه ضياع حقوق الناس. وبالتالي فالقاضي ملزم اولا بمعرفه طبيعه النزاع، لماذا؟ لتطبيق القانون الواجب تطبيق على الناس. لماذا هذه المساله؟ لانه اذا كان هناك العقار مثلا ينتمي او يكتسي مثلا طابع ملك الدوله العام فله احكامه وله ضوابطه، وحينما يكون يكتسي طبع الملك الخاص او الاملاك الخاصه للدوله فلكل، لان الملك العام للدوله واحد. هذه المساله عطوا لها البال الله يجزيكم بخير. في حينما نتحدث عن طبيعه العقار او طبيعه الملك العقاري، فحينما نتحدث عن طبيعه الملك العام فالملك العام واحد، يعني يخضع لظاهره 1914 فقط، ليس لدينا تعدد في املاك الدوله العامه، لدينا ملك عام واحد فقط. اما حينما ننتقل للحديث عن املاك الدوله الخاصه، املاك الدوله الخاصه بصيغتها بطبيعه الحال تحمل التعدد وتحمل تنوع الوعاء العقاري. حينما ننتقل الى املاك الدوله الخاصه ماذا نجد؟ نجدها عديده وكثيره، من بينها مثلا جماعه فلانيه
أو الأراضي الجمع لحق الرقابة تكون عند الجماعة السلالية، حق المنفعة تكون عند المنتفعين ضمن أعضاء الجماعة السلالية، حق الانتفاع في الجماعة السلالية يختلف عن حق الانتفاع في أراضي الجيش، يختلف عن حق الانتفاع في مدونة الحقوق العينية. هذه الأمور كلها يجب أن ننظر إليها، واللي قال صنع الجناح زميلي في البداية بأنه ننتقل متى ننتقل إلى هذا التمييز؟ ننتقل إليه في حالة النزاع وعرض النزاع على القضاء، آنذاك يجب أن نتعامل مع وسائل الإثبات ومع طبيعة العقار. كل نوع من العقار إثبات معين، لا يمكن أن نقول بأنه مثلا جميع نزاعات العقارية تثبت بوسائل موحدة، وإنما تثبت بوسائل مختلفة. حينما نتحدث مثلا، أعطيكم مثال، حينما يعرض علينا مثلا نزاع حول أرض سلالية، أرض سلالية أولا يجب أن نميز يعني اطلعنا على طبيعة العقار، تبين لنا بأن الأمر يتعلق بأرض سلالية، إذا هنا يجب أن نميز يعني أطراف النزاع، من هم أطراف النزاع؟ هل بين أعضاء داخل الجماعة السلالية؟ أم بين جماعة سلالية وشخص آخر من الخواص؟ يجب أن نميز، لماذا؟ لأنه يؤثر. إذا لم نراقب أطراف النزاع عرفنا العقار، إذا يجب أن نراقب الأطراف. إذا كان الطرف المنتمي لنفس الجماعة السلالية، ماذا يجب على القاضي أن يفعل، أو كيف سيتعامل القاضي مع هذا النزاع؟ هنا في هذه الحالة، إذا كان نزاع بين طرفين من أعضاء الجماعة السلالية، فالقضاء غير مختص. يعني القضاء غير مختص أصلاً. لماذا؟ لهذا النزاع اختص به الجهات الإدارية الموكول إليها النظر في هذا النوع من النزاع. إذا نحن كمحامون راه خاصني نعرف هذه المسألة. راه ما يمكنش أنني ممكن نغلط كمحامي ورفع النزاع عند القضاء، ولكن راه خاصني مرة أخرى نعرف بأن راه هذه المسطرة اللي باشرت راه ربما ضيعت فيها شوية الوقت، وراه كان بإمكاني أنني ما نرفعهاش عند القضاء. إذا باش يقول هذه هي القضاء يقول لي بأنه راه غير مختص. إذا هذه المسألة ديال غير مختص، غير بالنسبة لي كمحامي خاصني نكون شعر القاضي. نحن كلنا بطبيعة الحال نتعاون، لأن الحكم، جودة الحكم من جودة البقال وجودة المذكرات. لا يمكن أن نطالب القضاة بجودة الأحكام وبطبيعة الحال في غياب جودة المقالات وفي غياب جودة المذكرات. إذا فالسادة المحامون مطلوب منهم أن يكون المقال مؤسس ويفق ما هو مستطر قانونا، وكما قال سيدي محمد أن يكون هناك اجتهاد من طرف السادة المحامين. لماذا؟ لأن اجتهاد المحامي هو الذي سيساهم في اجتهاد القاضي. لأنه حينما يكون هناك مقال مؤصل وفق جميع وفق الاجتهادات، سواء اجتهاد محكمة النقد أو اجتهاد محكمة الموضوع، إن لم تكن هناك اجتهاد محكمة النقد أو تكون هناك مذكرة تتضمن دفوع، هذه الدفوع بطبيعة الحال وجيهة وجدية وفيها اجتهاد، أكيد بأنه القاضي سوف يرد على أولا ما هو مؤسس في المقال الافتتاحي، وأيضا حتى على الدفوع في المذكرات الجوابية، لأنه القاضي يجتهد في الرد على الدفوع إذا كانت بطبيعة الحال جدية وكانت منتجة وكانت مؤسسة بناء على اجتهادات قضائية. وهنا نتحدث بطبيعة الحال أن السادة المحامون يساهمون بدورهم في، حينما نقول اجتهاد قضائي سواء في المادة العقارية أو في غير المادة العقارية، لا تساهم فيه المحكمة أو المحاكم وحدها، وإنما يساهم فيه السادة المحامون. بالتالي فمقالاتكم ومذكراتكم هي التي تساهم في هذا الاجتهاد، وهي التي تغني وتثري هذا الاجتهاد القضائي الذي يعتبر تراثا قضائيا للمملكة المغربية بطبيعة الحال، وتشرف القضاء وتشرف من خلالكم، تشرف العدالة وكافة منظومة العدالة. إذا أعود إلى أقول بأنه نميز بين الأطراف. إذا كان الأطراف من أعضاء الجماعة السلالية نقول عدم اختصاص. هل يمكن أن نقول عدم اختصاص؟ نعلل بعدم اختصاص، ولكن لا نقول عدم اختصاص، نقول رفض طلب. نعلل بعدم اختصاص ولا نقول عدم اختصاص. لماذا؟ لأنه ليس هناك توازي الشكليات. لأنه إذا قلنا عدم اختصاص بمعنى المحكمة يجب أن تحكم بعدم اختصاص وتحيل على جهة قضائية في إطار توازي الشكلية، والحال أن من سيقود في هذا النوع من النزاعات هو جهة إدارية فقط، وبالتالي نقول هنا رفض طلب ونعلل بعدم اختصاص، ونقول في الحيثيات ما
بأن النزاع رفع إلى جهات غير مختصة، وبأن بطبيعة الحال المحكمة لا تبطل بهذا النوع من النزاع، فيؤول في النتيجة إلى الحكم برفض الطلاق. وبطبيعة الحال من خلال الحيثيات السادة المحامون يعرفوا بأنه هي الجهة المختصة، هو أكيد بأنهم سيلجأون إلى هذه الجهة. لكن إذا كان هناك الأطراف مثلا جامعة سلالية وشخص آخر، آنذاك ما تعتبر دعوة استحقاقية مثلا. إذا فليست مثلا في أراضي الجيش مثلا، حينما نتحدث مثلا عن أراضي الجيش فالإثبات هنا يختلف. حق المنفعة في أرض وحق المنفعة هنا في الجامعة السلالية أيضا يختلف، وحق المنفعة أيضا في مدونة الحروب العينية يختلف. إذا كان حق المنفعة مثلا حق المنفعة في مدونة الحروب العينية ينقضي لزوما بموت المنتفع، وأيضا ينقضي من إذا انقضت مدته، وأيضا إذا كان مدونة الحروب العينية تنص بأنه ينقضي لزوما بموت المنتفع، يفهم مخالفة وبقراءة لهذا النص، يفهم مخالفة لهذا النص، بمعنى حق الانتفاع لا يورد، لا ينتقل بالإرث، ولو أنه حق عيني لا ينتقل بالإرث، ولكن هدف مدونة الحروب العينية في باقي العقارات سواء تعلق الأمر، إذا ورد هذا الحق يعني حق انتفاع، سواء ورد على عقار غير محفظ أو عقار في طور التحفيظ أو حتى عقار محفظ، فهو نفس الأحكام تنطبق عليه ما دام أن مدونة الحروب العينية تنطبق على جميع أو تطبق على جميع أنواع العقارات سواء كانت غير محفظة أو في طور التحفيظ أو محفظة. لكن حينما ننتقل إلى أراضي الجموع أو الأراضي السلالية نجد حق الانتفاع ولكن مختلف عما هو منصوص عليه بأحكام خاصة بضوابط خاصة، معناه أنه ينتقل بالإرث، أنه من نوع خاص مختلف. إذا في الإثبات أمام القضاء أكيد بأنه سيكون مختلف عما هو منصوص عليه في مدونة الحروب العينية. حينما ننتقل إلى أراضي أيضا أراضي الجيش وحق الرقبة يكون للدولة في شكل أملاك الأملاك المخزنية وأملاك المتهيكة عليها متابعة لوزارة المالية، أكيد بأنه حينما نتحدث عن حق المنفعة وما يسمى ينتقل، هو كان ينتقل بالتنازلات، حق المنفعة هنا هو حق عيني يثبت ليس كما يثبت به الأرض السلالية، لأن الأرض السلالية كيف يثبت بها حق الانتفاع؟ تسلم من طرف الجماعة بطبيعة الحال اليمين تسلم هذا القرار يعني قرار الانتفاع. أما بالنسبة لحق أراضي الجيش يمكن أنه نستحق بشراء بتنازل، اللي هو تنازل ومعمول بالتنازلات في أراضي الجيش، وهذا النوع من حق المنفعة يثبت يعني كما يثبت به الاستحقاق عموما، بمعنى أنه يجب أن يثبت بحجة معتبرة شرعا، وأن لا يكون مثلا إذا لم يكن مثلا حين يعرض النزاع على القضاء يجب على القاضي أو على الهيئة أن تتأكد من إذا كانت الوثيقة المدلى بها كتنازل تشير إلى أصل يعني تنازل يعني أصل ما يسمى بأصل التملك يعني أصل التنازل، وإذا كان هناك تسلسل في التنازلات يجب أن يكون هناك تسلسل في التنازلات بالنسبة لأراضي الجيش. إذا فالإثباتات يجب على القاضي دائما أن يعرف كيف يتعامل مع وسائل الإثبات بحسب طبيعة كل عقار على عقيدة. إذا فدائما قلت بأنه في الملك الجماعي أيضا هناك قرينة في ظاهرة 1917 قرينة ما يسمى قرينة الملك الغابوي، ولكن قابلة لإثبات العقد، هي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العقد بواسطة ماذا؟ يمكن للقاضي مثلا إذا تعذر عليه مثلا نازع الطرف الآخر مثلا في استحقاق والوكالة الآن لم تعد إدارة المياه والغابات وإنما وكالة وضعية المياه والغابات حديثا أصبحت وكالة، يمكن لها أنها إذا تمسكت هي القرينة مثلا تناضل لفائدتها، ولكن إذا نازع الطرف الآخر وقال بأنه ليست هذه القرينة ليست هناك أمارات مثلا أو نباتات مثلا للرعي أو لتأول الملك الغابوي أو تجسد للملك الغابوي، يمكن للقاضي أو للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة مثلا بإجراء خبرة أو لمعاينة يعني هذه الأرض المتنازع عليها ويطلع الخبير ما إذا كانت تتوفر فيها شروط القرينة أم لا، حتى تناضل لفائدة مثلا الجهة الملك الغابوي. إذا أيضا هناك الأوقاف العامة الأوقاف الخاصة
اكيد بانه اذا كان الملك العام للدوله يستفيد من قرينه ما يسمى ب او من عدم سريان قاعده التطهير كما تعلمون، لانه كما تفضل السي جلال وذكر على مساله يعني مسطره التحفيظ، اكيد ان مسطره التحفيظ تؤول مسطره التحفيظ عموما تبدا اداريا ويمكن ان تكون عرضيا قضائيا وترجع الى اصلها اداريا. إذا بمعنى ان للمحافظ وحده اتخاذ قرار التحفيظ من عدمه. في حال اتخاذ قرار تحفيظ، تعلمون بانه طبقا للماده الاولى من ضائع التحفيظ العقاري بانه نص على مستجد مهم، وهو النقاش الذي كان دائرا وكان هناك سجال قانوني ما بين المختصين والمهتمين في المجال العقاري، هو ذلك المتعلق بمفهوم قضايا التحفيظ العقاري. ما هو مفهومه؟ هل يرتبط فقط بالقضايا وبالمنازعات قبل تأسيس الرسم العقاري، ام حتى يمتد حتى الى المنازعات بعد تأسيس الرسم العقاري، اي انه يشمل مسطره المنازعات المتصله بمسطره التحفيظ ويمتد الى المنازعات المتصله بمسطره التقييدات بعد تأسيس الرسم العقاري. هذا هو النقاش اللي كان قبل 2011. بعد 2011 تدخل المشرع مقتضى القانون 0714 وحسن هذا الاشكال من خلال توحيد يعني المصطلح ما بين الماده الاولى من ظاهر التحفيظ العقاري والماده 361 من قانون المسطره المدني، وقال في الماده الاولى من ظاهر التحفيظ العقاري قانون 0714 قال بانه يترتب عن التحفيظ ماذا؟ يعني تحدث عن التحفيظ وتحدث عن التقييد، بمعنى ان مصطلح التحفيظ اصبح شامل للتحفيظ وشامل للتقييد. وقال بانه يترتب عن التحفيظ ماذا؟ يترتب عنه بطلان تطهير الملك من جميع المنازعات السابقه وبطلان ما عداه من الرسوم العقاريه. هذه قاعده التطهير اللي كنتحدثوا عليها، اذا اتخذ المحافظ قرار التحفيظ معناه ان هذه قاعده عامه، كل عقار اتخذ بشانه قرار التحفيظ من طرف المحافظ يعني هذا القرار يطهر العقار من جميع المنازعات. ولكن المشرع اورد استثناءات من هل الملك العام للدوله، لا تسري هذه القاعده الوارده في الماده الاولى على الملك العام، الملك العام للدوله، الملك العام للدوله لا تسري في مواجهه هذه قاعده، ولو حفظ في اسم شخص معين فيمكن للملك العام ان يسترجع ذلك العقار بواسطه المسطره. بطبيعه الحال انتم الساده المحامون اعلموا بهذه الامور. كيف مثلا إذا كنتم تنوبون على الملك العام للدولة، الملك العام للدولة لمن تابع؟ تابع لوزارة تجهيز. وزارة تجهيز إذا كنتم تتنوبوا عليها، مقال بطبيعة الحال يقدم من طرف وزارة التجهيز وأنتم تنوبون عنها، تطلبون في ماذا؟ إذا حفظ عقار في اسم الملك العام للدولة، تطلبون بأن هذا الملك الذي حفظ راه في اسم فهو ملك العام للدولة في اسم وزارة التجهيز، أشنو اللي تطلبوا؟ تثبتوا بطبيعة الحال. يجب ان تثبت بما يفيد بانه في اسم وزاره التجهيز وانه ملك عام للدوله، واكيد بانه ملك عام للدوله هذا معروف بالمعايير ديال الملك العام، راهي المنفعه العامه ان يكون مخصصا للمنفعه العامه لجميع المواطنين. اذا تم اثباته بطبيعه الحال من طرف الدفاع ان يقول بانه ملك عام يثبت ماذا يلتمس؟ ماذا تلتمس؟ مثلا او نلتمس نحن مثلا ابو حامد قدمت هذا الطلب، التمس فقط التمس تشطيب على يعني اسم المالك وتقيده في اسم وزارة التجهيز. إذا وكأن الشخص الذي قام بالإجراءات لتحفيظه وكأنه يعني قام بهذا العمل يعني سهل المأمورية على وزارة التجهيز. يعني ولكن هذه إرادة المشرع، المشرع هو اللي قال بأنه لا تسري قاعدة التطهير في مواجهة الملك العام. هذا في اطار الملك العام. ملي كنجيو ننتقلوا للملك الخاص للدوله، ملي كنجيو للاملاك الخاصه للدوله، هل تسري قاعده التطهير في مواجهه الاملاك الخاصه للدوله ام لا؟ هذا سؤال. هنا نميز ما بين الاملاك الخاصه للدوله، حينما نستثني الاوقاف، استثناء المشرع هو الذي استثناها في مدونه الاوقاف في البدايه، كانت تستثني الاوقاف العامه. ثم في 2019 مدد هذا الاستثناء
عدم سريان حتى الاوقاف الخاصه، بمعنى حتى الاوقاف المعقبه. وبالتالي في الاملاك الخاصه من غير الاوقاف كلها تسري عليها قاعده التطهير. بمعنى اخر، الجماعه السلاليه، الملك الغابوي مثلا، الملك الخاص للدوله، جميع الاملاك الخاصه للدوله الاخرى اذا لم تتعرض سقط حقها، يسري في مواجهه قاعده التطهير ولو انها ملك خاص للدوله. إذا لم تتعرض داخل الأجل يسري عليها، ضاع حقها وسقط حقها في التعرض. إذا هذه بعض الأمور اللي يمكن أننا نميزوا غير بالنسبة للتمييز ما بين الأملاك ما بين الملك العام للدولة والأملاك الخاصة للدولة على مستوى قاعدة التطهير. بالنسبة مثلا حينما نتحدث وكيف يتعامل القضاء مع هذا النوع من المنازعات، أكيد أنها تبدأ أيضا بأنه ليست يعني حينما نتحدث عن عقار في طور التحفيظ مثلا، أو عن عقار أملك عقار غير محفوظ وأحتاج مثلا، أنا كلفت مثلا من طرف شخص ماذا كمحامي كلفت لتحفيظ هذا العقار، ليست الأمور مفروشة بالورود مثلا، كمحامي سأجد كل الأمور بأنها جاهزة وبأنها ستكون بدون صعوبة. يمكن لي نمشي عند السيد المحافظ ونطلب ليه يقدم لي بطلب تحفيظ ويقول لي بأنه رفض طلب إدراج إدراج يعني رفض طلب إدراج مطلب، لأنه ليس مثلا لازما على المحافظ أن تتقدم له مطلب ويوافق له ويدرج لك هذا المطلب مثلا كمطلب للتحفيظ. يمكن يرفض، وهذا من حقه ومن صلاحيته، وبالتالي كيف سنتعامل نحن كمحامون مع هذا النوع من الممارسات، مع هذا النوع من القرارات، لأنه هو في جميع الأحوال هو ممارسة، هو تصرف، هو إجراء قام به، ولكن في الأخير يقول بأنه يعتبر قرار من السيد المحافظ، وبالتالي نحترم هذا القرار الذي احترمه في اطار سلطته الموكوله التقديريه الموكوله اليه، ولكن كيف سنتعامل؟ سنبقى مثلا كسادة محامون مكتوفي الايدي مثلا بالنسبه لهذا القرار المتخذ من طرف السادة المحافظين. هنا تنقول بانه طبقا للفصل 118 من دستور المملكه بان جميع القرارات الاداريه الفرديه التنظيميه غير محصنه من هذا. وبالتالي يجب علينا ان نمارس ايضا نحن صلاحيتنا في الدفاع وان نطعن في هذا القرار، لكن امام من؟ هنا نحن كسادات محمد يعني امام من؟ من هي الجهه المختصه؟ ساطعن في هذا القرار وقرار محافظ، المحافظ هو موظف تابع للدوله يعينه يعين بقرار من طرف وزير الفلاحه، اذا فهو موظف، فالقرارات التي تصدر عنه هي قرارات اداريه، الاصل في القرارات ديال السيد الساده المحافظين يطعن هي قرارات اداريه، يطعن فيها امام من؟ امام القضاء الاداري، استثناء يطعن فيها امام القضاء العادي، امام المحكمه الجدائيه، بناء على ثلاث فصول اللي هما الفصل 37 المكرر، الفصل 96 من دائرة تحفيظ العقار، 37 المكرر و 96 من دائرة التحفيظ، وأيضا الفصل 29 من القرار الوزيري الذي تحدث عنه السيد محمد جناح مؤرخ 3 يونيو 1915 الذي نسخت مجمل وأغلب فصوله وأبقى فيها مرسوم 2014 على بعض الفصول فقط، يعني نسخ أغلب الفصول وأبقى على بعض الفصول في القرار الوزيري. لا أعلم إرادة المشاريع وما هي العوامل التي حكمت في المشاريع، ولكن لا زال ساري به العمل. إذا فمطلوب منا نحن كقضاة ومطلوب منكم كسادة محامون أنكم تنتبهوا وننتبه جميعا بأن وراء نسخت بعض الفصول، إذا فهذا الشتات لهذه الفصول إذا فيساهم أعتقد بأنه في أنك تعاود ترجع القرار الوزيري ديال 3 يونيو، وتعاود ترجع القرار الوزيري ديال 6 يونيو، وتعاود ترجع القرار الوزيري ديال 4 يونيو، كلهم هاد القرارات لازال الامر يعني لازال العمل بهم جاريا لحد الان، وبالرغم من انه صدر المرسوم ديال 2014 كان حاليا بالمشاريع اعتقد من باب ما يسمى بالحكمه ومن باب الحكامه في التشريع انه يجمع شتات هذه القرارات كلها، وكان يتنص عليها وتجمع في مرسوم واحد بطبيعة الحال حتى يسهل على القاضي وعلى المحامي وعلى المهني وحتى على الباحث والمهتم بالشأن العقاري أن يرجع إليها بشكل سلس وبشكل مرن. قلت بالنسبة لهذه
لان ليس الامر هينا وليس الامر فعلا، ولكن اطعنوا في هذا القرار امام القضاء الاداري. لماذا؟ لان الاصل هو الطعن في القضاء، الطعن في قرارات المحافظ امام القضاء الاداري، استثناء اذا توفرت موجبات اختصاص المحاكم الفدائيه بنص خاص. اذ لم يكن نص خاص فلا نعمل الاصل. الاصل هو القضاء الاداري استثناء المحاكم الفدائيه في حدود ما قررته هذه النصوص الثلاث. اذا قلت بانه ننتقل بانه وجد محافظا في اطار يعني السلطه التقديريه قال بانه هذا المطلب الذي قدمناه اليه استجاب له، ادرجه ضمن مطلب التحقيق. ايضا هنا تبدا المشاكل حتى ولو قبل. لماذا؟ لاننا اخرجنا عقارا من وضعيه العقار غير المحفظ الى عقار في وضعيه طور التحفيظ. اشنو قال لنا القانون؟ دائره 913 المعدل بقانون 07 قال لك اذا تقدمتي لا يجوز لك سحبه. هذه من الامور، لانه تقول اختياري في البدايه، ولكن اذا اخترتي لا يجوز لك ان ترجعي. حل وكأنه في القاعدة ديال الجنائي من اختار لا يرجع. العلاقة ديال الدعوة المدنية التابعة بعلاقة الدعوة المدنية، بعلاقة الدعوة العمومية، من اختار لا يرجع. إذا هنا أيضا من اختار، مثلا اختاريتي أنك تقدم المطلب لا يجوز لك سحبه. ولكن سنصطدم بحالات، مثلا لم يحضر، مثلا في الحالة التي لم يحضر فيها طالب التحفيظ، هنا يمكن للمحافظ يتخذ جزاء. ما هو هذا الجزاء؟ هو إلغاء المطلب. إذا هل هو سحب؟ لا، ليس سحبا، وإنما هو عقاب وجزاء. جزاء يعني لم يحضر، عدم حضور طالب التحفيظ بالرغم من أنه بطبيعة الحال مشعر بالحضور ولم يجب عذره المشروع داخل أجل الشهر، فالجزاء هو الإلغاء. لم يتابع طالب التحفيظ مثلا عملية التحفيظ بالرغم أيضا من إعلامه داخل 3 أشهر، إلغاء المطلب. تعذر التحديد مرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك، أيضا إلغاء المطلب. إذا هذه القرارات هي قرارات للسادة المحافظين. تقبل الطعن أم لا؟ نعم تقبل الطعن. محكمة النقد كانت في البداية تقول بأنه تقبل الطعن أمام القضاء الإداري، ثم سرعان ما عادت إلى أنها أعادت التكييف وقالت بأن تنزيل منزلة الرفض المنصوص عليه في 37 المقرر. وفي وقت وجيز أصبحت تقول بأن هذا الاختصاص هو للقضاء العادي. ثم من جديد لم يطل الأمر طويلا أمام محكمة النقد لتعود إلى الأصل وتقول بأن هذا النوع من القرارات يقبل الطعن أمام القضاء الإداري وليس أمام القضاء العادي. هذا بالنسبة للمطلب، هذه القرارات التي يتخذها المحافظ بالنسبة لمطلب التحفيظ. وإن كان لدي أفتح قوس في هذه النقطة، مثلا نحن كرجال قانون نتناقش الآن فيما بيننا بكل أريحية، ولكن بطبيعة الحال بقراءة متأنية في هذه النصوص. إذا كنت مثلا كمشرع أنه في الحالة الأولى والحالة الثانية هو خطأ لطالب التحفيظ لم يحضر ولم يتابع، يعني يتحمل الجزاء. أشنو هو الجزاء؟ هو إلغاء المطلب، خصو يتحمله. ولكن لي أمر أعتقد بأنه غنفتحوا فيه القوس هنا في هذه الحالة وتنقولوا بأنه غير عادي، وهي الحالة الثالثة المتعلقة بتعذر التحديد مرتين متتاليتين بسبب نزاع حول ما دل لي أنا كطالب تحفيظ. أنا هذا ماشي خطأي، لا ليس خطأي أنني أنه تعذر التحديد مرتين بسبب نزاع حول البير. وأنت في المادة أيها المشرع في المادة 20 وما يليه خولت صلاحيات مستجدة نحيي المشرع عليها، وهي تلك المتعلقة بمن لا مصلحة اطلب المؤازرة ديال القوى العمومية، وخول المصلحة للسيد المحافظ بتطلب المؤازرة من طرف السيد الوكيل المالي. كل هذه الأمور، كل هذه الصلاحيات، ومع ذلك يفاجئهم المشرع تقول لي بأنه تعذر التحديد بسبب نزاع حول البير. والغريب والأغرب وهو أنه
مقتضى وارد في المرسوم ديال 2014 ما مفاده او مؤداه انه لا يجوز من قدم رسوم ان يسترجعها. هو اذا هذا يطرح اكثر من علامه استفهام. بالنسبه للقرارات ايضا قرارات المحافظ المتعلقه بالمطلب، ولكن هذه المره ليس بالالغاء انما بالرفض اللي تحدث عليه سيدي محمد جنا، وقال بانه راه يمكن للمحافظ انه في المسطره الاداريه قلنا تبدا اداريه وقد تكون قضائيه وتعود اداريه، ولكن المحافظ هو الذي يقرر في النهايه في اطار الماده 30 من دائره التحفيظ العقاري له صلاحيات انه اما ان يتخذ قرار تحفيظ وهذه من صلاحيته، واما ان يتخذ قرار رفض بعله عدم صحه الطلب وعدم كفايه الحجج. اذا يمكن لي ياخذ قرار رفض، وهنا قرار الرفض قابل للطعن فيه امام هنا بنص الخاص، بنص الخاص امام المحكمه العاديه المحكمه الانتهائيه بطبيعه الحال في اطار الفصل 37 المكرر. وهنا النقاش المثار في هذه المساله هو انه في الحاله مثلا نحن نقيم مثلا يعني السلطه التقديريه للسيد المحافظ. نعم نحن مع السيد المحافظ في ممارسه السلطه التقديريه حينما تبتدئ المسطره اداريه وتنتهي اداريه ولا تتخللها مسطره قضائيه. يمكن للمحافظ هنا في هذه الحاله يكون عنده سلطه تقديريه واسعه انه يقرر اما عدم صحه الطلب اما عدم كفايه الحجج. هذه المسألة ديال عدم صحة الطلب بين قوسين عدم صحة الطلب، ما معنى عدم صحة الطلب؟ واش في الطلب في البداية ما كانش بين بأنه صحيح مثلا؟ إذا بان لي في الأخير كمحافظ بان لي بأنه الطلب يتعلق بملك عام، يتعلق ب مثلا بأمور مثلا وبأملاك تحتاج إلى حماية من طرف الدولة مثلا. ولكن بالنسبة لعدم كفاية الحجج هنا في هذه الحالة يمكن في الأول يكون المحافظ قبل أي حجة. لماذا؟ لأنه يخضع إلى إشهار، يخضع إلى ضريبة، يخضع إلى مسطرة معينة ويطول أمدها، وبالتالي يمكن إعلام جميع من لهم مصلحة حتى يطلع على أن هذا العقار يجري تحفيظه مثلا، ويمكن له أن يتعرض وبطبيعة الحال لحماية حقوقه. ولكن إذا الخطير وإذا بدأت إدارية ولم يوجد أي متعرض وانتهت الإدارية، هنا في هذه الحالة لا إشكال أنه إذا قرر بأنه يرفض الطلب. لماذا؟ لأنه يراقب يمارس سلطته في رقابة على الحجاج. هذا لا إشكال. الخطير وهو حينما يكون هناك تعرض ويحيل الملف على المحكمة وتبت فيه ويبت فيه القضاء، وكما قال سيدنا محمد جنا ويرجع القضاء في اطار الاثبات يعني في اطار سلطته في تقدير وسائل الاثبات، ما بين انت كمتعرض يجب عليك ان تثبت اولا ثم ننتقل الى مناقشه وثائق طالب التحفيظ، وننتهي مثلا كمحكمه مثلا للقول بعدم صحه المتعرض صحه التعرض مثلا وتؤيده محكمة الاستئناف، وينتهي مثلا النزاع ايضا في محكمة النقض ويحال الملف من جديد على المحافظ، وهنا نفاجأ في العديد من الحالات التي تعرض علينا، نفاجأ من جديد من بعض مواقف السادة المحافظين في اطار استعمال سلطاتهم التقديرية الموكولة اليه بمقتضى القانون، ويقول لك بانه رفض الطلب من جديد في طلب تحفيظ. لماذا؟ يقول لك انا اعطاني مشرع هذه السلطه التقديريه، تيجي للقضاء من جديد، الدفاع تطعنوا في القرار ديال المحافظه في الفصل 37، كنجيو للمحكمه، تعاود ترد الامور الى نصابها وتقول للمحافظ في هذا النوع من القرارات بانك لست على حق يا سيد المحافظ، كان القضاء قال كلمته بشان الوثائق، لا تعقيب من بعد القضاء. لا سلطة لك يا سيد المحافظ بأن تقول كلمة أخرى وأن تجيها إدارية فقط. عليك أيها سيد المحافظ أن تبتدئ بقرارات القضاء، لا أن تخالف هذه القرارات، خاصة وأن المحكمة قالت كلمتها في هذه الوثائق المعروضة، لا يمكن لك أن تعيد تقديرها من جديد، وإلا يعتبر
هذا القرار، هذا الموقف او هذه السلطه التي مورست من طرف سادة المحافظين، فهي سلطه غير مبنيه على اساس سليم، وبطبيعه الحال القضاء يلغي هذا النوع من القرارات. دائما هذا هو الاتجاه الذي ذهب عليه القضاء المغربي في العديد من النزاعات. ثم ننتقل مباشره الى موقف مثلا حينما نتحدث عن قرارات المحافظين بشأن المطلب، ثم ننتقل الى بعض القرارات التي افرزتها الممارسه العمليه، من بينها تيبت القضاء، تيحل الملف على المحافظ، متى ياخذ القرار؟ لاحظوا معي انه مازال لو ان السيد المحافظ اخذ القرار سنتعامل مع هذا القرار، انتم كدفاع ستتعاملون مع هذا القرار، بطبيعه الحال ستمارسون صلاحيتكم ايضا في الطعن فيه سواء امام القضاء الاداري او امام القضاء العادي، ولكن احيانا السيد المحافظ لا يتخذ القرار، له اجل 3 اشهر، يتجاوز 3 اشهر للدراسه ولكن بدون حاسب او رقيب. وتقول لك انا لدي الاجل، حينما تكاتبونه انتم كسادة محامين وتقولون السيد المحافظ بانه راه الاجل واضح للدراسه، ايوا اتخذ القرار، يقدر يجاوبك يقدر ما يجاوبكش، يقدر يقول بانه انا بالنسبه لي المشرع ما حددش جزاء، لم يحدد المشرع جزاء، وبالتالي فهذا الاجل انا بالنسبه لي غنتمادى فيه، وتتجاوز 3 اشهر حتى 4 اشهر ولماذا حتى 6 اشهر واكثر، وبالتالي السادة المحامون مشكورين انهم بعض السادة المحامون طعنوا في هذا النوع من القرارات، واعتبروه قرار ضمني بالرفض. وهنا بالرفض بمعنى انه الطعن امام من سيكون؟ سيكون امام القضاء العادي، لانه اعتبروه بمثابه رفض التحفيظ. وهنا وصلت المحكمه النقض وقالت بانه فعلا هو ينزل منزله الرفض، وان الاختصاص ينعقد للقضاء العادي للمتهم ولحد ولاجبار المحافظ على عدم التعسف، لانه تقول لك انا كندرس الملف، ولكن الى متى ستدرس الملف؟ هل ليس هناك حاجه حدد لك المشرع يجب ان تتقيد ايها السيد المحافظ السادة المحافظ بهذا الاجل؟ لماذا؟ لانه كما قلنا بخصوصيات المسطره، لان هذه المسطره هي لماذا عدل اصلا؟ لماذا عدل وغير وتقميم الظاهره 1913؟ لانه تقميم فقط للسرعه وخفض الاجل يعني الى النصف، لانه كانت هناك اجل 6 اشهر اصبحت 3 اشهر، 3 اشهر اصبحت شهر، اذا كل الاجل خفضت له، ومع ذلك نجد بعض التعسفات من طرف السادة المحافظين الذين يقولون بانه لدي سلطه لدراسه الملف داخل الاجل، هذا الاجل تقول لم يرتب عليه المشرع اي اجل، وبطبيعه الحال فهذا النوع من القرارات تصدى له القضاء المغربي، وايضا اعتبره منزله الرفض، و يعني صدرت عدة قرارات ذات صلة بهذا النوع من القرارات الذي ألغاها القضاء المغربي. هناك أيضا بالنسبة قلت بأنه بالنسبة للمطلب، أما بالنسبة للتعرضات يعني موقف السادة المحافظين أو قرارات السادة المحافظين بالنسبة للتعرضات، أيضا هناك إلغاء وهناك رفض. إلغاء في حالة إلغاء تعرض، في حالة عدم الإدلاء بالرسوم، يعني أي رسوم، حجج، مقصد الحجج، عدم الإدلاء بالحجج المؤيدة للتعرض، وأيضا عدم الإدلاء بما يفيد أداء الرسوم القضائية، لأنه كما شرح السيد محمد جلال قال بأنه المرحلة القضائية متى تكون بطبيعة الحال عند التعرض ويحل الملف من القضاء. هنا في هذه الحالة التعرض كيف يكون؟ التعرض يكون بتصريح شفوي، وقد يكون بواسطة مقال للسادة المحامون، لأنه يمكن أن يكون في شكل مقال من طرف السادة المحامون نيابة عن موكل هو المتعرض. إذا فيمكن يكون تصريح للمسطرة الشفوية يحضر المعني بالأمر ويأتي بالبطاقة لا يثبت هويته ويتلقى المحافظ تصريحه في هذا الشأن كتعرض، ولكن يمكن يكون أيضا من طرف السادة المحامون. ولكن إذا كان من طرف السادة المحامون الله يجزيكم بخير، نبغيكم تردوا لي البال هنا، نردوا لي البال جميعا، راه الأجل
الاجل في التعرضات راه خطير جدا. راه مازال القرار ديال المحافظ بشان طالب التحفيظ الى ما حضرش مازال يمكن لكم تنازعوا فيه كدفاع، لانه خصو يبلغوا يطلب منه المحافظ ما هو العذر المشروع اللي خلاك ما تحضرش اي طالب التحفيظ، وخاصو يجوب داخل اجل شهر. ويمكن لكم كدفاع تلقوا واحد يعني واحد ما يسمى واحد المتسع ولا واحد الهامش فين تناقشوا وتقولوا المحافظ ما بلغش، ممكن انه تناقشوا طريقه التبليغ ممكن، لكن الخطير وبنفس الشيء بالنسبه لثلاثه اشهر يمكن تناقشوا فيها كدفاع، ولكن اللي اخطر وهو ذلك المتعلق الاجل المتعلق بالتعرض. اش يقول عليه المشرع؟ هنا ما رحمش المتعرض المشرع بدون رحمه او شفقه، قال لي شوف، وخاصة هنا تنبه إذا كنتو الدفاع هو اللي تقدم بالتعرض نيابة على الوكيل، راه هنا غنتحملوا فيه واحد الجزء من المسؤولية، لأنه شنو قال المشرع؟ قال بأنه الأجل بعد انتهاء شهر من الأجل ديال من انتهاء أجل التعرض اللي هو شهرين، بمعنى أنه بحال شي عداد يعني هذاك العداد اللي تنقولوا ديال الأجل منطلق اجل شهرين من تاريخ اعلان عن انتهاء التحديث في الجريده الرسميه، ملي كان مشروع في الجريده الرسميه من المحافظ كان شحال عندنا؟ اجل شهرين هو تعرضنا، نقدروا نكونوا مثلا كثره الاشغال ولا كذا ما ديناش بحجج وما ديناش بما يفيد اداء الرسول. هذا بالنسبه للدفاع تقدر لانه ما يمكنش المحافظ يقول لك انا ما قبلش منك بدون اداء رسوم بالحجه، تقبلوا منك لان القانون من حوادث الصلاحيه وانه لزمه انه يقبل التعرض الى حين اتمامه، ولكن قال لي بانه داخل اجل شهرين من تاريخ الاعلان عن انتهاء التحديث في الجهه الرسميه وشهر ضاف المشرع شهر اخر، شهر من تاريخ انتهاء الاجل، هذا هو اللي عندكم كدفاع. الا ما قدمتيش ما فيش تسامح، معناه مباشره سيصدر قرار من طرف السيد المحافظ مفادوه الغاء التعرض في الاجل الاستثنائي، غادي غنوصلوا ليه في النيابه العامه اللي تعيدات هذيك المساله تعيدات ديال النيابه العامه، ولكن في اجل التعرض العادي انه مباشره يلغى التعرض. هنا يمكن ان تناقض، راه الا تلغى التعرض هنا راه سقط الحق ولو تبقى المسطره اداريه ما بقاش عندك الحق. تجي تقول لي ربما متسائل يقول لنا بانه يمكن نمشي للتعرض الاستثنائي، غيواجه السيد المحافظ وغيقول لي انت راه تقدمتي كمتعرض عادي، لكن انت على عين، وبالتالي لا تستفيدوا من خطائك، انت راه الخطا اللي ارتكبتي اشنا هو كمتعرض او من يمثله، وراه انت غير ما وضعتيش ما تهديش بالحجاج وما تهديش بالمفاد، وبالتالي راه الجزاء تقرر في عقل ناشئ عن اللي قررته كمحافظ. شوف معايا الملاحظ الفرق الخطير هو انه بالنسبه، شوف المشرع كيفاش تعامل مع الطرفين، مع طالب التحفيظ قال لي واخا ما حضرش عاود بلغو وقول ليه الله يجازيك بخير علاش ما جيتيش، وخاصو يجاوبك داخل اجل شهر، ولا ذلك بعذر مشروع، اذا كان مريض، اذا كان في الخارج، اذا كان في الحبس، اذا كان في كذا، اذا كان هذا عذر مشروع، وان كان هنا كنعاتبوا على المشرع ما حددش مثلا شنو هو العذر المشروع، لانه هنا كنلقاو بعباره حنا كرجال قانون بين الفئه والاخرى، المشرع بطبيعه الحال تصدر منه بعض المفردات ولا بعض المصطلحات اللي هي مصطلحات تحمل وتحتمل وتحتمل، حينما نقول عذر المشروع، راه عذر المشروع تركتي الخلاف، تركتي المجال للسلطه التقديريه تختلف، محافظ ما اعتبره انا مثلا اعتبره كمحافظ عذر المشروع لا اعتبره الاخر كعذر المشروع، وبالتالي هنا راه مساله الحقوق هذه، كان على المشرع يسطر لنا اشنو هو بعد حالات عذر المشروع اللي نتوافقوا عليها على الصعيد جميع الادارات ديال الوكالات المحافظه على الملف العقاري متوافقين على صدر المحافظ، يعني كل شيء محترمها، كنختلفوا غير في الجديد اللي خارج داخل التحديد التشريعي. اذا هذه المساله كيفاش تعامل المحافظ مع طالب التحفيظ؟ قال لي في الحاله الاولى الى ما حضرش، مع ذلك وجه ليه واحد الانذار، قول ليه شنو هو العذر المشروع اللي حال دون حضوره، وفي الحاله الثانيه
العملية ثلاثة أشهر عاود رجع لي واحد الإنذار، ولكن مع المتعرض ما تيل لا لا إنذار لا تبليغ. قال لي المشرع مباشرة راه بعد ما ينتهي شهر من الشهرين راه بحال وكأن المتعرض خذ القرار راسو، يعني المتعرض هو اللي خذ القرار ماشي المحافظ، بمعنى ما يسمى بالقرارات الكاشفة ماشي بالقرارات المنشئة، بمعنى أنها كاشفة تشريعيا، مجرد اتخاذها من طرف المحافظ هو كاشف لا يضيع. وبالتالي ربما متسائل كما قلت بأنه يقول بأنه غادي نلجأ للتعرض الاستثنائي اللي كان في فصل 23 كما تفضل سيدي محمد، أنه تيقول بأن هذا الجديد أيضا لأنه التعرضات مطلب التحفيظ على نوع واحد، ولكن التعرضات على أنواع، كاين التعرض العادي هو اللي تذكرنا عليه، كاين التعرض الاستثنائي هو اللي كان في فصل 23 اللي غيقول لنا مثلا غادي نجيو عند السيد المحافظ نقول له راه فاتتنا هذه المسألة راه يمكن ندركوا عليها، يقول لك لا أنا غرفت لكم. وهنا كنميزوا ما بين قبول التعرض الاستثنائي وما بين رفض التعرض الاستثنائي، إلا قبل التعرض الاستثنائي قابل للطعن أم لا؟ قرار المحافظ يقبل لنا تعرض استثنائي قابل للطعن من طرف من؟ طالب التحفيظ هو صاحب المصلحة، لأنه غيطعن فيه أمام من؟ أمام القضاء الإداري. وهنا الله يجزيكم بخير، إلا طعنتوا كدفاع إلا طعنتوا في القرار ديال المحافظ راه بلغوا محكمة التحفيظ إلا تحرر منه، لأن ما غاديش تجي الخبر لأنه ما يطعنوا في قرار المحافظ، كيفاش غنجي حنا كمحكمة التحفيظ نعرف بأنه كاين طعن أمام المحكمة الإدارية في قرار المحافظ؟ لأنه حنا غنبتوا في هذاك، لأن المحافظ أرسل لنا الملف حل علينا الملف للبت في تعرضات من بينهم هذاك التعرض اللي قبل، خاص الدفاع يبلغ محكمة التحفيظ يبلغها يقول لها ارجع البت، يطلب منها ارجع البت او ايقاف البت حسب الاحوال. علاش؟ لان طعن في قرار تعرض في فتح تعرض استثنائي مطعون في امام القضاء الاداري، وباكيد بانه محكمة التحفيظ خاصها تنتظر ترجيح البت الى حين معرفة ما انتهت اليه المحكمة الإدارية. إذا لغات المحكمة الإدارية وقعت في إحدى الموازين اللي وصلت لمحكمة النفط، قالت بأنه محكمة التحفيظ كان مجرد علمها أو يبلغ إلى علمها بأن هناك يجب عليها أن ترجع البت أو توقف البت إلى حين انتهاء المسطرة أمامها، وليس فقط صدور حكم إداري ابتدائي، إنما صدور حكم نهائي، بمعنى أنها تنتظر الحكم الابتدائي إلى الغاه، وإذا طعن فيه مثلا تكلف الأطراف أنه يفيد نهائية الحكم، إذا طعنوا في المسألة ننتظر حتى محكمة الاستئناف إلى حين صدور القرار على محكمة الاستئناف. إذا قلت في هذه المسألة ديال التعرض الاستثنائي في هذا الشق طعنوا فيه من طرف طالب التحفيظ ويبلغ المحكمة، لكن في الحالة الثانية في حالة إذا رفض المحافظ التعرض الاستثنائي، هو قرار المشرع شنو قال؟ قال بأنه لا يقبل أي طعن قضائي، لا يقبل أي طعن قضائي في حالة الرفض. وهنا صدات المحاكم الإدارية والدفاع مشكورين أيضا أنهم مارسوا الطعن ضد بالرغم من وجود النص، وانتهى إلى وصل لمحكمة النقض وقررت محكمة النقض بأنه يجوز الطعن في هذا النوع من القرارات بالرغم من وجود النص يمنع الطعن. لماذا؟ استنادا الى الفصل 118 من دستور المملكه الذي يجيز ولا يحصر القرارات الاداريه من الطعن. اذا هذه بالنسبه قلت تعامل المحافظ بالنسبه لقرارات المحافظ بالنسبه للمطلب بالنسبه للتعرض سواء على مستوى الالغاء او على مستوى الرفض. تبقى مساله مثلا حينما نتحدث عن مثلا حينما القرار الوحيد الذي لا يقبل يطعن هو ذلك المتعلق بتأسيس رسم عقاري. حينما يتخذ المحافظ قرارا بتأسيس رسم عقاري او باتخاذ قرار تحفيظ فهذا القرار لا يقبل يطعن طبقا للفصل 62 من ضائع التحفيظ العقاري. لماذا؟ لان هذا النوع من القرارات
بطبيعة الحال هو الذي يمنح العقار ما يسمى بالاستقرار والثبات ويشجع المنعشين العقاريين والمتعاملين بشأن العقار بأنه يضع حد لكل النزاعات. ولذلك سماه لذلك نصف المشاريع في المادة الأولى قال لأنه يترتب عن التحفيظ ماذا؟ تطهير العقار من جميع المنازعات العقارية من جميع المنازعات يعني الدعوة وأيضا بطلان ما عداه من الرسوم الأخرى. هذا ما معنى أيضا ما معنى تطهير؟ تطهير كما قلنا بأنه تطهير العقار من جميع المنازعات. ما معنى تطهيره من جميع المنازعات؟ بمعنى لا يمكن تصور دعوة عينية على حق سابق على مسطرة بعد تأسيس رسم العقار. إذا اتخذ المحافظ قرار تحفيظ فهذا القرار نهائي ويطهر العقار من جميع الدعوة العينية العقارية الرامية إلى الاستحقاق. إذا كان تعلق الأمر بحق ولم تتعرض لماذا؟ لأن المشرع في فصل 24 قال بأن التدخل في فصل 24 من ظاهر التدخل في عملية التحفيظ الوسيلة الوحيدة للتدخل في عملية هي التعرض. إذا لم تتعرض فحقك سقط وضاع إلى الأبد. وهنا المستجد اللي ممكن نذكر به كما قلت بأنه التعرض على أنواع. كاين التعرض العادي هو اللي ذكرت عليه، ثم انتقلنا إلى التعرض الاستثنائي وهو خارج الأجل، ثم التعرض المتبادل وهو ذلك الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 32. التعرض المتبادل أو ما يسميه السادة المحافظون في أملاك المحافظون على أملاك العقارية تسميه التعرض الانعكاسي. هذا غير تسمية الممارسة، ولكن المشرع هو سماه التعرض المتبادل. ما هو هذا التعرض المتبادل؟ التعرض المتبادل وهو تداخل بين مطلبين حينما يتداخل مطلب مع مطلب. هذا التداخل قد يكون كلي وقد يكون جزئي وقد يكون على الحدود. ممكن أن أحد الإخوة يتقدم بالمطلب، أنا نتقدم بالمطلب في عملية تحديد كتبادلنا بأنه في واحد التداخل ما بين المطلب ديالك وما بين المطلب ديالي. إما يقدر يكون التداخل كلي، يقدر يكون تداخل جزئي، يقدر يكون تداخل غير على مستوى الحدود. في هذا في حدود التداخل هذا يعتبر تعرضا. ولكن المشرع شنو قال؟ لم يترك سلطة هنا للمحافظ، ما تركش ليه سلطة، قال ليه بأنه يعني التعرض المتبادل صاحب المطلب اللاحق في التاريخ هو الذي يكون متعرض على المطلب. ولو انه طالب تحفيظ، شوف دابا معايا كاينين جوج المطالب. ما معنى صاحب المطلب؟ معنى تحميل صفه صاحب المطلب، تحميل صفه طالب تحفيظ. ولكن في حاله التداخل تولي عند الطرف الاخر طالب للتحفيظ الطرف الثاني او لا حتى الطرف الاول اللي كان عنده تعرضات، ولكن بالنسبه لطالب التحفيظ تيولي طالب تحفيظ مع المتعرضين اللي عليه، لا كانوا عليه شي متعرضين. ولكن بالنسبه لطالب التحفيظ الاسبق تاريخا يصبح متعرضا. اذا كتولي عنده جوج صفات، طالب تحفيظ ومتعرض. طالب تحفيظ بالنسبه للمتعرضين عليه معفى من الاثبات، المتعرضين هما اللي تبتوا. ولكن بالنسبه للتداخل والتعرض المتبادل مع طالب التحفيظ هنا القرينه لا تنفعه. صفته كطالب التحفيظ في هذه الحاله ديال التداخل لا تزول عنه ويصبح متعرض، وهو الملقى على عاتقه عبء الاثبات. هنا علاش بغينا هنا كدفاع؟ اشنو اللي احنا يهمنا كاع في هذا التعرض المتبادل؟ انا الا كان الدفاع وجا عندي موكيل وطالعت على مشيت طالعت على الملف سواء خاصة كنطالعوا عليه في المحكمة بطبيعة الحال ما غاديش نطالعوا عليه في المحافظة. إذا طالعت عليه في المحكمة خاصني نفهم هادي، خاصني نفهم بأنه تعرض، خاصني نفهم قداش هو طبيعة التعرض أنا كدفاع كمحامي. غادي نمشي أول حاجة غادي نقراوها كدفاع هي شهادة التعرض. مني تمشي شهادة التعرض تيقول لي شكون يجري التحفيظ في اسم من؟ في اسم كذا كذا. ثم عليه تعرضات، شكون التعرضات؟ عليه التعرض الاول والثاني والثالث. الاول قد يكون تعرضا عاديا، والثاني تعرضا خارج الاجل، والثالث تعرض متبادل. وهنا خاصني نكون كدفاع شويه، خاصني اليقظه. شنو هي اليقظه؟ هي خاصني نبحث في كل تعرض على حدة من نصور الوثائق ونطالع عليه علاه باش نعرف كيفاش ندافع على الوكيل ديالي. التعرض الاول نسبقه هو الاول
لكان تعرض عادي شوف واش تم داخل العجل وخارج العجل، لانه ماشي المحافظ معصوم، المحافظ راه بشر طبعا يقدر يخطا، وبالتالي يقدر يكون قبل هذا التعرض خارج العجل. اذا قبله غلط ما حسبش مزيان، اذا انا كدفاع خاصني نحسب العجل ونحسب من تاريخ مصر في الجانب الرسمي اعلان عن انتهاء التحديد ونحسب الايام ديال شهرين، الا بان لي بانه خارج شهرين هذا راه التعرض غير صعب، ونتعرض فيه امام القضاء الاداري ماشي الغيب، وندافع على الحقوق ديال الموكل ديالي. بالنسبه للتعرض ايضا الاستثنائي كذلك باش نشوف واش عنده الصلاحيه واش ما عندوش، لانه كطالب تحفيظ قلنا بانه هو المتضرر، طالب تحفيظ هو المتضرر من التعرض فتح التعرض الاستثنائي. هنا نشوف ما اذا كانت الموجبات تسمح ام لا تسمح، لان السلطه التقديريه نناقشها، وبالتالي نطعن فيها امام القضاء الاداري ونقول بانه السلطه التقديريه التي مارست تاسف فيها المحافظ لقبول لان هذا الموجب الذي استند عليه امام السيد المحافظ وبرر به لفتح لا يبقى الى مستوى فتح هذا النوع من التعرض، ونطعن فيه امام القضاء. بالنسبه لوصول التعرض المتبادل، تهمني انا كدفاع انني نشوف شكون هو التعرض الاسبق في التاريخ. أرى يقدر المحافظ يقلبه في حالات عديده، قلب التعرض اللاحق مع التعرض السابق، وبالتالي هنا واخا حال علينا انني انا يمكن نمارس الطعن في صلاحتي في الطعن في قرار المحافظ بالنسبه لكل تعرض على حد. اولا بالنسبه للطول الرقم ما اذا كانت مشروعيه ام اذا كانت القرارات ديال الساده السيد المحافظ مشروعه ام لا، اذا كانت غير مشروعه نمارس صلاحيتي امام القضاء الاداري ونطلب من محكمه التحفيظ ايقاف البت او ارجاع البت الى حين انتهاء المسطره امام القضاء الاداري. هذه ثم ابقى لنا التعرض الاخير وهو التعرض على الاذاعه. يعني التعرضات كما قلنا تعرض على اربعه انواع، التعرض العادي، التعرض الاستثنائي، التعرض المتبادل، التعرض على الاذاعه. والتعرض هو المستجد في الفقرة الأخيرة من الفصل 24 اللي جات في دائرة تحضير العقاري المتمم والمغير بمقتضى 5.7 رمضان، ما فادوه؟ لأنه اللي تنصوروا التعرضات كلها الثلاث على المطالب إلا التعرض الأخير. التعرض الأخير وهو تعرض على الإيذاء، ولو بغينا نتذكر على التعرض على الإيذاء خاصنا نميزو ما بين مسطرة الفصل 83 ومسطرة الفصل 84. حنا كدفاع واش تنعرفوا؟ أولا كنطرحوا هذا السؤال هذا كدفاع، تنقولوا كيفاش التعرض على الإيذاء؟ التعرض على الإيذاء فين منظم؟ منظم في 87. إذا أنا إذا تعاملت مثلا إذا كنت مفوت لي انتقل إلي عقار في طرق التحفيظ عن طريق التفويت، عن طريق الهبة، أو عن طريق مثلا صدقة، أو عن طريق الشراء، بالتالي أنا لي صلاحية نختار. غادي يجي يتشاور معكم بطبيعة الحال موكلي ويقول لك اللي قال الاستاذ محمد في البداية، قال بعدا في البدايات باقي النزاع كاع ما كاين، تيجي ما كاين الوثيقة، تيقول لك راني حررت واحد، إما حررت عند محامي مقبول الطرف وعند محكمتنا، وإما حررت عند موثق، وإما حررت عند عدل. وأنا دابا تنجيب لك هذه الوثيقة باش تنصحني أشنو اللي ندير بعدا، واش نسلك مسطرة الفصل 83 ولا نسلك مسطرة الفصل 84؟ إذا أنا كدفاع شنو اللي خاصني نشوف؟ خاصني نطلب استشارة بعدا، نطلب استشارة في المحافظة الأملاك العقاري، نشوف واش كاين تعرضات ولا ما كاينينش. إذا كانوا تعرضات شيء ولا ما كانوش تعرضات شيء آخر. إذا كانوا تعرضات هنا نختار ليه الفصل 83، علاش؟ باش يحل محل طالب التحفيظ وتولي المسطرة تمارس في اسمي، في اسم الموكل ديالي كمفوت له. وبالتالي جميع التعرضات غتكون في مواجهته، ولأن التعرضات كاينة كاينة، ما غاديش لأنه مسألة الزمن راه حنا تنقطروها كدفاع، فنشوفوا بأنه هو كاين غيمشي للقضاء غيمشي للقضاء، إذا اللهم يختار الفصل 83 ونصبر الفصل 83. وإذا بان لي بأنه ما كاينش تعرضات، هنا تنصحوا تقول لي شوف هنا باش ما تضيعش وقت، هنا تسد باب التعرضات، راه تسد باب التعرضات، انتهى الأجل. إذا علاش غتضيع راسك وغادي إلا مشيتي 83 غتفتح من جديد خلاصة إصلاحية وغتفتح باب التعرضات من جديد في المواجهة؟ أنا تقول لي سلك مسطرة الفصل 84 عن طريق الإيداع، إيداع الشراء فقط حفظ الترتيب إلى حين اتخاذ قرار التأسيس ويتحول إليك العقار في اسمك، أنت ربحت العقار اختصرت الزمان وانتهيتي من المشاكل ديال المتعرضين اللي قدروا يظهروا لك. مثلا إذا اخطأت اختيار المسطرة
خطأ في اختيار المسطرة يترتب عليه العذاب. إذا ما صحتيش ما بقيتيش نصحك مزيان بطبيعة الحال قد تضيع الحقوق. مين جاتي؟ كان تتسد الباب ديال التعرضات ونتيجة مثلا النصيحة أعطاها لي شي حد اللي هو غير مثلا ليست له أي دراية بالقانون بطبيعة الحال يفتح ليه يعني صعوبات كثيرة وغادي تكون أمل. وبالتالي هنا غادي عوض باش كان ينتقل للعقار وغتحفظ وغيولي في سميتو داخل واحد الأجل اللي هو قصير إذا به قد لا تحصل هذه النتيجة على الإطلاق نتيجة التعرضات. إذا هذه المسألة علاش تنبغيو حنا كذفة خاصنا نعرفو مثلا نطلعو على الميلاد باش نعطيو نصيحة اللي هي عملية اللي هي أنها تحقق بطبيعة الحال النتائج المرجوة والمتوخات. هذا بالنسبة قلت بأنه في تعامل المحافظ مع المطالب مع التعرضات. ولكن الإشكال المطروح بالنسبة للتعرض على الإذاء هو ذلك المتعلق بالأجال. حينما نص المشرع على أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن انتهاء التحديث في الجهات الرسمية سوى بين التعرض على المطلق والتعرض على الإذاء، والحال ليس كذلك في الواقع. لأنه يمكن ينشأ لي الحق ديال التعرض على الإذاء بعد انتهاء الأجل. لأنه التعرض على الإذاء يمكن أنا لأن العقار في طور التحفيظ قابل للتصرفات، يمكن يتباع، يمكن يتشرى، يمكن يتصدر، يمكن يتوهب، ولكن في أي مرحلة من المراحل يمكن تا انتهى أجل التعرض على المطالب عاد أنا بغيت نتصرف فيه. إذا الوقت اللي تصرفت فيه المشرع قال لك من تاريخ الإعلان عن انتهاء التحديد في الجهات الرسمية الشرعية، ولكن أنا الحق منشأ لي حتى انتهى الأجل الأول. إذن هذه المسألة غتلقاو صعوبات، ولكن السادة المحافظين أنها ممكن هناك مرونة في التعامل مع هذا النوع من التعرضات أنهم تقبلوها ولو أنها ما كاينش يعني ما كاينش صرامة مثلا في عدم قبول أو في رفض النوع من التعرض الإذاعة. علاش؟ لأنهم هما بنفسهم السادة المحافظين دركوا هذا الفراغ اللي كاين في التشريع، وبالتالي يتصرفون بمرونة ويقبلون هذا النوع من التعرض. يبقى الإشكال مطروح الآن داخل مجال المحافظة على الأملاك العقارية، وأيضا على مستوى محاكم المملكة حتى على مستوى العمال القضائي. بالنسبة للتعرض على الإيداع، خاصة التعرض على الإيداع، التعرض على الإيداع حينما يقبلوا المحافظين، بعض المحافظين تقول لك أنا خاصني نحيلو على المحكمة اللي فيه الموضوع، وبعض المحافظين تقول لك أنا بالنسبة لي ماشي ضروري. أنا ماشي ضروري التعرض على الإيداع، أنا واصل التحفيظ. ويبقى تيجي لي المآل ديال الدعوة، إذا هذه نتيجة ماذا؟ هذا التضارب في الآراء داخل السادة المحافظين، ومعه هذا التضارب امتد إلى العمل القضائي. العمل القضائي أشنو اللي تيقول؟ تيقول لك أنا متى أحال علي المحافظ الميمش أمدت فيه. لماذا؟ لأنه كما تعلمون المحافظ هو جهة حالة هو الذي يحيل، وثانيا هو جهة التي تحدد أطراف النزاع. راه ما يمكنش للمحكمة إذا تبين لها وهي تمت في ملف تحفيظ عقاري أن إغفالا لتعرض معين قال المسطرة مثلا أنت كنت فيه، محكمة النقد لا حق لمحكمة الموضوع أن تمت في تعرض أغفله المحافظ المشير، تبين لها من خلال الوثائق أنه كاين، ولكن المحافظ ما شارش فيه باش نبت فيه كمحكمة، ما لا حق لي نبت فيه. أشنو اللي غادي يوقع؟ يقول لك بت فيما أحيل عليك. كانت ثلاثة تعرضات ذكر لك المحافظ غير جوج، خاصك تبت في هذوك جوج فقط. حتى الثالث حنا ماشي حنا مسؤولين عليه، المحافظ. أشنو تيوقع؟ حتى نبتو حنا نتاهيو من المحكمة، نتاهيو من الجرجرة، نتاهيو من المسطرة، رجع غنمو المحافظ، عاد السيد المحافظ يقول لك هو راه كان واحد الإغفال اللي غفلتو، نعاود نرسلو من جديد. إذا هذه المسألة ديال هدر الزمان، بشكل عام، هذا يعني يثير أكثر من إشكال على مستوى الممارسة. وزائد إضافة أخرى أيضا، المحكمة أيضا كما تعلمون لأنه محكمة التحفيظ لا تمت بين جميع الأطراف، راه تمت في كل
في مطلب تحفيظ ما بين كل طالب تحفيظ وكل متعرض على حدة. مثلا عندنا جوج عندنا ثلاثة المتعرضين، راه كتبت ما بين طالب تحفيظ المتعرض رقم ألف، متعرض طالب تحفيظ ما بين طالب تحفيظ المتعرض رقم باء، طالب تحفيظ ورقم جيم أو رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة. وما يمكنش لمحكمة التحفيظ أنها تثبت ما بين الجميع بقرار واحد، لذلك تجد بأنه في حكم واحد تجد بصحة أكثر من تعرضات، صحة تعرضين أو ثلاثة. وهنا فين كاين الإشكال، الخطورة فين كاينة؟ هو ملي تنتهي الميزان وتنعاودو نردو السيد المحافظ وتنقولو تتقول المحكمة حكمت بصحة أكثر من تعرض، ماشي تعرض واحد، أكثر من تعرض. هنا كيفاش غيتعامل السيد المحافظ؟ قال ليه المجرد، قال ليه في الفقرة الأخيرة من فصل 37 من دائرة تحفيظ العقاري، يقوم المحافظ بالإعلان عن الحقوق المحكوم بصحتها، تيبقى لي فصل 83. معناه غيختار المحافظ واحد من هذوك المحكوم لهم بصحة التعرض، وغيحلوا محل طالب تحفيظ، وغيتفتح الأجالات من جديد. وهنا يطرح السؤال، هنا ما أين هي النجاعة المطلوبة؟ هل المشرع نبه لهذه المسألة وهو بصدد إعادة تعديل يعني التغيير والتثمين أم لا؟ وبالتالي فسوف لا ننتهي، النزاع لم ينتهي، إذا حكم بصحة التعرض من جديد تفتح ايضا مسار الممرين ويحيل الملف من جديد للمحكمه ابتدائيا استئنافيا لناخذ ايضا من جديد. اذا هذه المساله يجب على بطبيعه الحال على المشرع ان ينتبه اليها، والفرق واضح والفرق واضح انه هنا تنوليو اللي خاص هنا كدفاع على هذه المساله، وخاصه ان محكمه النقد مشكوره في هذا التوجه، هذا انتم كدفاع اللي غيوجب عليكم في هذه المساله هذه باش ما تبقاوش تطوروا امام النزاع. اشنو اللي خاصه دير؟ اذا تيقنتها واذا تمكنت بطبيعه الحال تكون درس الملف ديال الموكل ديالك مزيان وتشوف النتائج اللي هي اللي حصل عليها. الا كان انني ما نغامرش وما نخاطرش، تكونش عندي مغامره، تكون عندي المسائل مدروسه، كنشوف ملف التحفيظ، الا الحجه ديال طالب التحفيظ شويه ما بانت ليا شويه ماشي يعني فاش ديك القوه الثبوتيه اللي بغيتي، وهنا غير تسنى ما عليك الا تسنى خليه يبقى يستافد على الاقل من قرينه المدعى عليه، وهو معجم بالاثبات الى حين اثبات المتعرض تعرضا، وهنا ما تغامرش. والا بانت لك بانه بعد الدراسه والاستشاره ووسعتي الاستشاره في هذا المجال وبانت لك بانه الحجه ديال الموكل ديالك اللي هو سواء يقدر يكون طالب تحفيظ سواء يقدر يكون، اما هذه غنميزو كدفاع، نميزو ما بين طالب تحفيظ وما بين المتعرض، ما بين طالب تحفيظ مدرس مزيان وتشاور، علاش؟ لانه على الاقل عنده واحد القرينه ديال المدعى عليه، وخاصني نخليها ليه، ما يمكنش نحرمو منها في شي مغامره غير محسوبه العواقب. الا عرفتوا بانه ضعيفه شي شويه خليها هكا، هذا طالب تحفيظ. إذا بانت ليا قوية نغامر ونخرج، واخا الملف باقي في المرحلة الإدارية عند المرحلة، نخرج نرفع دعوى استحقاق. علاش بغيتو ترفعوا دعوى استحقاق؟ هذه ربما متسائل، من الإخوان والأخوات يقول لي علاش بغينا حنا نرفعوا دعوى استحقاق وعندنا ملف تحفيظ؟ غادي نقولوا لي لأنني أنا مآمن بالوثيقة ديال الوكيل ديالي وبأنها منتجة وصحيحة وسليمة ومعتبرة يعني شرعية، يعني كتوفر على الموجبات والشروط المعتبرة شرعية. إذا يمكن من الأفضل اللي يمشي للمحكمة الابتدائية خارج إطار التحفيظ. علاش؟ هنايا غنقدم المقال ديال الاستحقاق وغنقدمو ضد المدعى ضد المتعرض، وهنايا غنناقش المتعرض غيناقش ليا الحجاج، وغنجر المتعرضين الآخرين اللي كاينين غنجرهم كلهم خاصهم يتدخلوا في هذيك المسطرة، المتعرضين اللي كاينين في الملف كلهم غادي نجرهم غيدخلوا في الدعوة ديال الاستحقاق اللي كاين في طار القواعد العامة. علاش؟ باش المحكمة تصدر لي حكم واحد ضدهم كاملين. هنا واحد شوية الذكاء، باش
هذا الحكم فاش غينفعني؟ غينفعني ملي غيحيل المحافظ الملف على المحكمة اللي نبتي فيه، غنكون أنا سليم مع المتعرضين كلهم، ما واحد الحكم حجية الشيء اللي واحد فيه توجع، هذا هو على الشيء. إذا يمكن نوقف عند هذا القدر ونعود نعطي الكلمة للسيد غادي نحاول نعطيو باقتضاء باش تكون واحد النظره شامله. الا شفتوا عرجنا على المسطره بالخصوصيات ديالها، والدكتور حسن فتوح افاض مسائل نقاشيه ايضا يعني ذات اهميه متعلقه بالمسطره، متعلقه اساسا بالمسطره التي يمكن ان يلجها المحامي وهو يدافع عن موكله. ولاحظت بانه أدلى يعني بنقطة دقيقة وفيصل دقيق، يعني كي يخرجنا بالقواعد العامة اللي هي كتكون في يعني المواضيع الأخرى. وحنا باش يكون هاد النظرة متكاملة لابد نعرجوا على الحجج، و يعني اختارينا واحد الحجة والوثيقة هي الوثيقة الرسمية، باش نشوفوا هذه الوثيقة الرسمية فيما يتعلق بالنطاق ديالها. لأن الأساس اللي تحدثنا في الأول دابا شوية بحال غادي نخرجوا من المسطرة ونمشيو للموضوع. دابا الموضوع هو أنت كمحامي راه كما تحدثنا سابقا راه وسائل الإثبات في الموضوع محددة في المادة المدنية، كما قلنا في المادة 404 من قانون التزامة العقود حدد لنا شنو هما وسائل الإثبات. وهنا بأن كاين إقرار الخصم، وكاين الحجة الكتابية، وكاين شهادة الشهود، وكاين القرينة، وكاين اليمين والنقول عنها. ولكن راه في الميدان العقاري غادي نتحدثوا الحجة الكتابية اللي هي قد تكون حجة كتابية رسمية وقد تكون عرفية. مايمكنش تخرج من هاد الحالتين. وإلا لاحظتوا هذا إقرار الخصم هنا كنقولوا بأنه راه مايمكنش نتصوره في الميدان العقاري، لأنه شنو هو الإقرار؟ الإقرار كنسموه الإقرار في المادة المدنية، والذي يوازيه هو الاعتراف في المادة الجنائية. وحتى الاعتراف في المادة الجنائية يخضع للتقدير ديال المحكمة، وكذلك الإقرار في المادة المدنية. لذلك حتى واحد النقاش طرح مثلا في الإقرار الضمني اللي تنص عليه في 406. هذا 406 مثلا في قانون التزامات العقود يتحدث انه اذا دعت المحكمه مثلا المدعى، انت كتجيب مثلا المقال، يقدر هذا المقال عندك يكون مجردا، كتجي كتقول راه المقال ولكن الوثائق راه غادي نعاودو نجزوهم وغادي ندلي بهم. المحكمه كتصيفط ذاك المقال للمدعى لا يتوصل ولكن لم يجب. هنا في المفهوم ديال 406 راه كيقول لك بانه قد يكون هو اقرارا ضمنيا لانه دعاه القاضي ولاذ بالسكوت لم يجب، وبالتالي 406 قال التزامة العقود هنا كيقول لك يعتبر اقرارا ضمنيا. ولكن هنا في الميدان العقاري لانه شنو هي الخاصيه ديالو؟ الخاصيه ديالو لا بد ان تكون هناك حجة كتابية، راه ما يمكنش البيع نجيو نديرو بشهادة الشهود، لأن عنده شكل من الأشكال المعينة، كيقول لك راه خص تحرر به واحد حجة تامية التاريخ، لا بد تكون واحد حجة كتابية في الشكل، لأن لابد تكون واحد الشكل ديال الوثيقة. هنا فاش غادي نتحدثوا على الوثيقة الرسمية، والكتابة راه هي قديمة قدم التاريخ.
حتى في الرومان كان الناس في معاملاتهم كانوا غالبا ما يوثقون بالكتابة العهد الروماني، وحتى في الشارع الإسلامية أقرت بدور التوثيق. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يعني الكتابة هذه من الأمور الأصلية في المعاملات، والاستثناء هي أن تكون شهادة الشهود عندما العديم والإقرار واليمين. إذا لاحظتوا حتى اليمين، اليمين راه من وسائل الإثبات المستمدة من الفقه الإسلامي، لأن الخاطب في المدعي واحد الوازع الديني، واليمين قد تكون يمينا حاسمة وقد تكون يمينا متممة. اليمين الحاسمة تفض النزاع، ولكن عندما تنعدم عندك الحجة، ولكن اليمين المتممة عندما تكون عندك واحد الحجة لا تبقى إلى درجة الاعتبار، ولكن هي يمكن أن تتبناها باليمين، وهي تؤدى بالطريقة اللي نصوص عليها يعني في القانون. بالنسبة للعقد التوثيقي كما قلنا، لا بد الشروط المتطلبة باش يكون عندنا العقد التوثيقي خصو يكون رسمي. يعني حنا غادي نتحدثوا في الوثيقة الرسمية، لا بد الورقة الرسمية حددها فصل 418 من قانون التزامات العقود، كيقول لك بأنه الوثيقة التي تلقاها الموظف العمومي لديهم لهم صلاحية التوثيق فيما كانت حللا، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. الموظف العمومي هنا حتى المحامي كيتعتبر موظف عمومي، لأن حتى المحامي يحرر العقود. المادة 4 من مدونة الحقوق العينية كتعطيكم الحق أنكم تحرروا العقود وفق شكل معين، وبالتالي كتعتبر تما كموظف عمومي. وفي الأصل المحامي يؤدي خدمة عمومية بالمنطق ديال القانون الإداري، الخدمة العامة، وبالتالي كيخضع، يقدر يكون عنده الخطأ المرفقي، يقدر يكون عنده الخطأ الشخصي. وهنا أيضا باش تكون أوراق رسمية، أيضا كاين الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم، والأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية المغربية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكن حتى قبل رسم مجلتين أن تكون حجة على الوثيقة التي تثبتها، بمعنى حتى الأحكام ولو لم تكن نهائية يمكن أن تستدلوا بها لأنها أوراق يعني رسمية، وكذلك الأوراق التي يخاطب عليها القضاة. هنا غادي تشوفوا في الوثيقة اللي كينص عليها الوثيقة العدلية، هذاك الخطاب اللي كيدير القضاء هو اللي كيضفي عليها واحد الصفة رسمية، وبالتالي تكون عندها حجية. وكذلك كاين وتكون رسمية كذا، وهكذا يتبين أن الوثيقة أو العقد لا بد أن تكون مكتوبة من موظف عمومي، لا بد من موظف. وهنا الموظف العمومي ليس بالمفهوم الإداري، ولكن بالمفهوم يعني العام اللي بحال اللي كينص عليه القانون الجنائي، سواء كان موظف عمومي عنده عادي أو أنه بمقتضى وظيفته أعطيت له صلاحية المرفق العمومي. وكذلك أن تحرر الوثيقة، أن يكون محرر العقد أو الورقة مختصة بالقانون بتحريرها. هنا لابد أن تكون مختصة، لأن الجهات اللي محددة لابد أن تكون مختصة وفق القانون. هنا كنشوفوا الموثقون العصريون بمقتضى القانون ديالهم، وكان القاضي المحامون بمقتضى المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والعدول أيضا. وأن يتم تحرير الوثيقة وفق الشكل المحدد قانونا، وهو الأمر الذي بحسب نوع الورقة الرسمية والطبيعة ديالها، وتظهر أهمية الشخص في الأوراق التي يقتضي القانون بتوثيقها أمام الموثق، إذ يتطلب شكلا خاصا وتدون فيها بيانات محددة، ولا تصبح ناجزة وحجة إلا بذلك. عندما تتوفر في الوثيقة هذه الشروط، هذه الشروط المحددة، فإنها تصبح ورقة رسمية يعتد بها في الإثبات عند المنازعة.
كما تكون حجة بين المتعاقدين وحتى بالنسبة في الوقائع والاتفاقات التي شهد بها الذي حرر بحصولها في محضره. ولكن غادي نسألوا على القوة الإثباتية للعقد في النقطة في هذه النقطة من الوالي. هذه القوة الإثباتية، النطاق ديال هذه الحجة الرسمية ديال العقد التوثيقي. النطاق ديالها واش عندها يعني بدون حدود، أو أنه كان عنده حدود فيما يتعلق بالحجية ديال هذا، أنت اللي تبان الحجة، أشنا هي النطاق ديال الحجية ديالها، أو فيما يتعلق بالإثبات. هذه النقطة كنلقاوها إذا رجعنا لقانون مهنة التوثيق 0932 في المادة 48 منه ينص على ما يلي: تكون للعقود وللمحررات التي يجوز على الموثق وفقا لمقتضيات القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون التزامات العقود. ولكي يتم إضفاء الصبغة الرسمية على الوثيقة يجب أن تستجمع الشروط المطلوبة في القانون، حيث يشير لابد إلى أوضاع تتعلق بمضمون الوثيقة، أوضاع تتعلق بأشخاص الوثيقة من موثق وأطراف وشهود، ومن الشروط التي حددها هذا القانون ما يجب تحديده بدقة ووضوح في صلب الوثيقة، كذكر الأسماء الكاملة للأطراف وباقي الموقعين علق بشكل جميع البيانات المحددة لهويتهم وصفاتهم، ما تحديد أركان العقد وشروطه وذكر جميع الوثائق المستندة في إبرام العقد. علاش نقولوا هادو تعتبر بيانات؟ لأن في بعض القضايا كنشوفوا راه مجموعة من الوثائق المستدل بها ممكن أن تكون مطية للطعن والدفع من طرف المحامي، وفي مراحل يتم إغفالها. صحيح أنه غير كيشوف الحجة مثلا راه رسمية راه لا يطعن فيها إلا بالزور، وكنشوفوا أن مثلا في العقار غير محفظ اللي كتكون وثيقة عرفية لابد أنه كيطعن فيها مجموعة من الدفن، لأنه غادي تقول لي مثلا واحد كد لي مثلا بإراثة ورصد إحصاء مثلا في القضايا يعني غير محفظة في قضية الاستحقاق، وكتجي هذا رسم الإحصاء بالنسبة لمحكمة النقض ولا القضاء يعتبروا أن رسم الإحصاء مجرم، راه ما يمكنش تثبت به الملك، بمعنى أنه مجرم إحصاء مطلوب، هذا الهالك راه مات وترك لنا مجموعة من العقارات، يتم إحصاؤها من طرف يعني الوارثة، وكاين يكون فيها شهود ديال اللفيف اللي كنسميهم 12 شاهد بأن السيد هي راه توفي إلى غير ما ترك ما يرد عنه شرعا وهو العقار الفلاني الفلاني في الحدود ديالو إلى غير ذلك، وكنحصلوا القضاء ما يمكنش يعتاد في المجال ديال الاستحقاق بمجرد هذه الوثيقة لوحدها، حيث هنا كيقول لك لابد أن تكون هناك شروط للملك، لأن هنا علاش كنخرجوا؟ هنا راه في الأول تحدد على العقار المحفظ، هذا ما كان ما فيش مشكل، كلشي مضبوط، يطهر إلى غير ذلك، ولكن واش حنا في المغرب عندنا غير عقارات المحفظة؟ عندنا أنظمة عقارية متعددة. وعندنا نسبة تحفيظ ضئيلة، يعني مثلا إذا قارنا بتونس غير بالجوار ديالنا، راه وصلنا واحد نسبة مهمة في التحفيظ العقاري، ولكن حنا ما زلنا يعني نسبة يعني نسبة قليلة في مجال التحفيظ. ملي ما كيكونش التحفيظ شنو كيترتب؟ هو كثرة النزاعات، هو كثرة النزاعات، وعندنا إشكالية ديال تعدد الأنظمة العقارية. إذا لاحظتوا بعد قليل راه عندنا أنظمة عقارية جد متعددة، ها الغابوي، ها الجامعات السلالية، أراضي الجيش، إلى غير ذلك من الأراضي ديال الدولة العامة الخاصة، مجموعة من الأنظمة العقارية، ولكل عقار نظامه الخاص. إلى جينا للمحكمة غادي نشوفوا بأنه راه أغلب القضايا تتعلق بالعقار غير المحفوظ.
ما أدراك ما العقرب المحفظ. وهنا كتلعب فيه الوثيقة، الوثيقة كتلعب فيه دورا حاسما، حيث حنا كنرجعو هنا إلى ما كاينش عقرب محفظ أش كيخصك تبدل الحكام؟ يا إما خصك تبدل الحيازة، الحيازة والتصرف، وهذه الحيازة قد تكون قانونية وقد تكون مادية. ملي كنقول عندي الحيازة القانونية، إوا عندي الحيازة القانونية هي عندك الحجة. أشنو هي الحجة؟ أش كيجي؟ كتجي واحد رسم الاستغراق، إوا أنت كمحامي مثلا شديتي الملف من البداية، خصك وأنت تنجز هذيك الوثيقة، حرص على الوثيقة أن يتم تنبيل فيها شروط ديال الملك الخمس اللي معددة في مدونة الحقوق العينية، اليالد، نسباتهم إلى غيره، كل مدة إلى غيره، خصها تكون ضرورة، خصها تكون، لأنه باش تكون عنده واحد الحجة، لأن مش كتنتقل، كتنتقل الحيازة الاستحقاقية، ملي كتوفر كتولى الحيازة القانونية، إلا ما كانش، أنا راه كتولي غير في حيازة مادية. وهاد الحيازة المادية قد تكون هنا على الجريمة 570 من القانون الجنائي، جاء 570 من القانون الجنائي اللي هو عنده هدف أمني، وهو خصو يكون سميتو تكون الوضعيات مستمرة إلى غير ذلك ونحافظوا عليها. بمعنى ملي كنديرو 570 يعني كان هذاك الحائز ولو لم يكن قانونيا راه كنحميوه، في انتظار هنا كتجرينا شهادة الشهود، اشنو شكون اللي كيتصرف، شكون اللي ما كيتصرفش، شكون اللي طرام، شكون اللي هذا إلى غير ذلك، اللي ما يمكنش تصوره في العقار المحفوظ. ولكن باش تكون البينة قوية لابد أن تكون فيها شروط الملك محددة، لأن هي اللي كيراقب القضاء، باش تكون عندك تقدير الحجج ديالك، باش تكون حجة منتجة في النزاع ويمكن يحكمك بالاستحقاق. وأنت أيضا ملي كنجيو مثلا نديرو القسمة ديال العقار، هنا المشرع كيقول لك ها البيانات بالنسبة للمنطق، لابد تكون عندنا شكليات معينة عليها، وهذه الشكليات أيضا يجب أن يكون مستند تلك المحرم تحت مسؤولية المنتج، ما يكون فيه بشر دون بشر أو إقحام أو مشتري، هادو من بين المؤاخذات اللي كتخاد على الوثيقة الرسمية اللي كيحرها المنتج، ما خصهاش يكون فيها بشر أو إقحام أو مشتري، كما يجب هادو بيانات أن يدين العقد بتوقيع المنتج فور آخر توقيع للأطراف حتى تكسب بذلك هذه الوثيقة صفتها الرسمية، هذه شروط مهمة. هنا إذا رجعنا الحجة ديالها هي ملي كتكون هذه الوثيقة يعني عندها الشروط، الحجة ديال 42 من قانون مهنة التوثيق، الورقة الرسمية تعتبر حجة قاطعة حتى على غير في الوقائع والاتفاقات التي جاب الموظف العموم الذي حالت بحصولة في محضره. هنا راه إلى لاحظتوا راه هي أقرب إلى عمل الضابطة القضائية. المنطق في هذه اللحظة أقرب إلى عمل ديال الضابطة القضائية، لأن الضابطة القضائية باش يكون عند ذاك المحضر وفق الشروط المحددة مثلا في المادة 23 و 24 قانون المسطرة الجنائية والبيانات، هو أنه يعاين الضابط معاينة، لا بد ما كيدير في المحضر إلا ما عاينه، وكيتلقى تصريحات ديال بحال المنطق اللي عندها الرسمية ديالو. دابا نشوفوا هذاك النطاق ديال الحجية، الحجة النطاق ديال عندها حجة قاطعة، ولكن فاش داكشي اللي عاين وداكشي اللي تلقاه بمحضره، تصريحات اللي تلقاه هو بمحضره، وذلك إلى أن يطعن فيه بالزور. ولكن وهكذا يكون على من يريد دحض الورق الرسمي المعد من طرف الموثق أن يطعن فيها اعتمادا على الوسائل
المحدده في قانون المسطره في القانون مجموعه القانون الجنائي وهي الفصلين 352 و353. والزور تقدر تكون دعوى زجريه وقد تكون دعوى مدنيه في اطار الزور الاصلي وتقدر تكون كزور فرعي. بمعنى انت كنشوف هذا الزور الفرعي ملي كيجي واحد الانسان في الماده المدنيه وكيجيب شي حجاج، انت كطرف اللي كان متمسك ضدك بهذه الوثيقه كتقول لي الله يخليك هذه الوثيقه راه انا كنطعن فيها بالزور. هذا في الماده المدنيه. اشنو هو الهدف ديالك بهذا الطعن بالزور؟ ليس هي معاقبه من قام بالتزوير، لان الا بغيتي تعاقب هذاك اللي دار التزوير خصك تمشي للقانون الجنائي كدعوى اصليه. ولكن الا بغيتي الهدف ديالك هو تحيدها من النزاع، لان في الاخر كتحيدها من النزاع باش غادي تولي مثلا جبت انا واحد الوثيقه انه كان ملك التصرف وفيه شروط الملك وفيه الشهود الى غير ذلك، وجيت انا كنقول لك بانه كنطعن هذا الزور، هاد الناس راه كاع ما كاينينش، هاد الشهود راه ما كاين ولا تراجعوا هاد الشهود الى غير ذلك، كتقول للطرف اللي هذا واش بغيتي تمسك بها؟ الا هو سحبها كفى المؤمن شر القتال، كنزيدوا نكملوا المسطره. الا قال لك انا غنتمسك بها غير مزوره، كتبدا الاجراءات ديال الزور الفرعي. والهدف الى تحقق هو ان خصها نسحبوا ديك الوثيقه باش ما توليش دليلا داخل الملف، ولكن راه لا نعاقب بها مرتكبة الزور. الا بغيتي كدير الزور يعني الجنائي، لانه ايضا يستهدف فضلا عن سحب الوثيقه وابطال المفعول ديال الوثيقه كنعاقبوا مرتكب ديال الزور. ولكن من هادشي كامل قد يفهم ان الورقه الرسميه لا يقبل اي طعن في مضمونها الا بممارسه الطعن بالزور. ولكن الى رجعنا للفصل 419 من قانون التزامات العقود، راه نجدها ايضا تسمح بسلوك طرق طعن اخرى 419، لان نجدها تسمح بسلوك طرق طعن خارج الطعن بالزور. علاش كتنص؟ إذا وقع الطعن في الورقة، هنا لاحظوا معايا، إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي، فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور. هذا شتو دابا الورقة الرسمية أنت أكثر يفهم فيها أنه لا يمكن أن نطعن فيها إلا بالزور، ولكن 419 راه يسمح أن هذه إلى حيت الخطأ المادي الإكراه التدليس والصورية كأنها عيب من عيوب الرضا. على بحال كنشوف قانون التزامات العقوب ملي كنديروا العقد داك عيوب الإعارة، لأن العقد عنده أركان، هي انا ندير الايجاب وانا القابوس ويكون عندنا المحل ديال العقد الى غير الاطراف الاركان والسوالي ديال هذا الشيء. ولكن الشروط هي خصها سيدي ما يكون تكون الاراده وما تكونش معيبه، ما يكونش الغاب، ما يكونش تدليس، ما يكونش اكراه الى غير ذلك. والاركان يترتب عنها الى ما كايناش بطلان وما يمكنش نصحوه، والبطلان مطلق ما يمكنش نصحوه. والشروط هي ما يسمى بالابطال، نظريه الابطال والبطلان، هنا كنطلبوا الابطال ولا يمكن تصحيحه، ولكن في البطلان لا يمكن تصحيح لانه اقرب الى نظريه العدم، هو الانعدام، خلق ميتا. وحتى هنا بالقرائن او الغير في مصلحه مشهوره. اذا الحجه العقد التوثيقي الرسمي تنحصر في الاتفاقات والشروط الواقعه بين المتعاقدين وفي الاسباب المذكوره فيه وفي غير ذلك من الواقع التي لا تصل مباشر بجوار العقد، وهي حجه ايضا في الامور التي تثبت الموثق وقوع اذا ذكر كيفيه وصوله لمعرفته.
وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر. هذا الفصل هذا 120 قال التزامات والعقود. وهناك قلنا نطاق الحجية، أنا نتحدث عن نطاق الحجية، تشمل الاتفاقات التي تحصل على مرأة وسمع من طرف منطق وتحت إشرافه وتوجيهه لتحقيق الغاية والنتيجة التي تجمع إرادة الطرفين على تحقيقها. لأن كما تعلمون المنطق عنده واحد الالتزام هو ديال واجب النصح دون تغيير نصح له بشرط أقل قليل مثل احتمال العقد حتى تستجمع العملية التوثيقية أسباب حجة قطعية شكلا ومضمونا. وهنا جاء في قرار ديال محكمة النقض عدد 83 صادر بتاريخ 6/1/2010 في الملف عدد 1262 على فكرة، حيث إن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محرر الورقة في حدود مهمته. راه هذه القرارات يعني تهمكم وأنتم تحررون العقود، لأنه في واحد عندما كنت في وزارة العدل أثيرت مسألة أن المحامي يعني لا يتلقى تكوينات في تحرير العقود وأنها يعني واحد مهمة ثانوية بالنسبة للمحامي. ولا أخفيكم سرا أنه في البداية كنا نعتقد أن عدد العقود التي كان يحرر المحامون هي قليلة، واحتج أنا ذاك وزير العدل مصطفى غانيت قال لأن ربما المحامون لا يوثقون العدد هو عدد قليل جدا، وإن يعني مهامهم الأصيلة هي في الدفاع والاستشارة هي الكثيرة. ولكن عندما اتصلنا غير إلى مدينة الدار البيضاء وتلقينا الإحصائيات هي عقود بالملايين يتم تحريرها من الألم. ولهذا حتى يمكنك لكل الشهور أن تدرج بعض التقنيات يعني في مجال تحرير القطن، لأنها هذه مهمة ليست بالهينة، وبالتالي لا بد من تكونات لأنها حتى يمكن أن تجمع الوثيقة كافة الشروط الصحيحة والأصلية وتعطي واحد الحجية لأنه مهام جسيمة يعني في هذا الأدب. بالتالي حتى في محكمة نقل بأن حجية الورقة تقصر على البيانات قام بها محرر الورقة في حدود مهمته أو التي وقعت من طرف ذوي الشأن في حضوره وأثبتها في الورقة بعد أن عينها، أما ما أثبته المنطق في الورقة الرسمية من بيانات واردة على لسان ذوي الشأن فإن إثبات عدم صحة ما صرح به أحدهم لا يستوجب لنفي الطالب الزور في الورقة الرسمية وهذا نفس الشيء حتى العدول كانوا كيلقوا المشاكل في المشكل ديال اللفيف ديال الشهود، ولذلك لان الشهود في بعض الاحيان كيجيو في اللفيف كيتلقاو التصريحات اللي كيجيو للمحكمه او لذلك يقول لك مثلا في اطار استفسار ممكن استفسار الشهود انه كيطرج كيقول لك هذوك التصريحات راه ما حال مثلا المتهم اللي كيجي امام الضابطه كيقول ولكن اللي كيجي من المحكمه كيقول لك انا ما قالش ذاك الكلام، ولكن هنا راه عطاه واحد الحجه قاطعه وهنا عطاه واحد الحجه ولكن في بعض الاحيان تراجع. لذلك اضطرت انا ذاك الوزاره في واحد المرحله قبل استقلال ديال السلطه القضائيه انه تدعو جميع محرر العقود انهم استعانوا بالكاميرات اثناء تحرير العقود لتسجيل التصريحات يعني ديال سواء ديال الشهود او كذلك محرر العقد لضمان هذا، ولكن هذه كانت جوبهه ديال الرفض من عدد من المهنيين. والوصف ديال الموثق بالمطلع عندنا جميع الوثائق، هنا غادي نميزوا بعض الوثائق اللي كيصدرها الموثق، لان الموثق ماشي جميع الوثائق الصادره عنه تعتبر وثائق رسميه، لان بالرجوع الى قانون مهنه التوثيق العصريه لان اختصاص الموثق هو الاشهاد على الاتفاقات التي تحصل بمحضره وتحرير العقود بشان وفقا للشكل المحدد القانون، ولا يدخلون في هذا الاطار لان كيعطي شواهد التي يجيزها
العمل القضائي مستقر على شواهد المتق لا تعادل العقد المسلم. دابا حنا عطيناك دابا مثلا انت كمحامي الى درتي العقد راه عقد رسمي، ولكن اعطيتي شهاده راه ما يمكنش تقول لي هذا عقد رسمي، لانه تعطى غير العقود والاتفاقات التي تكون بمحضرها. لا تعادل العقد الرسمي الذي من حيث الحجيه او الاثبات. في قرار محكمه النقض عدد 3871 اشنو هو؟ صادر بتاريخ 28/2011 في الملف المدني عدد 4631/2020 ذهبت الى ان الوثيقه الصادره على الموثق والتي يخبر فيها الواعد ببيع العقار بايداع الموعود له باقيه لا تعتبر حجه قاطعه على تنفيذ هذا الاخير التزامه المقابل باداء الثمن داخل الاجل المتفق عليه، بل لا منص عند المنازعه في ذلك من اثبات الايداع الفعلي له. ما يمكنش الشهاده بانك راه ودعتي راه تقوم مقامك ودعتي الفلوس، لا، الا كاينه منازعه لا بد خصك تجيب لي وثيقه باش انت ودعتي دوك الفلوس. ما يمكنش غير يوثق يجي مثلا انت كمحامي او كموثق تقول لي لا راه هذا حط فلوس. ما يمكنش، لان هنا ما معطيهاش واحد الحجه القاطعه. الا كاينه المنازعه ضروري تثبت لانه راه كاين واحد الايداع الفعلي. ما دام الموثق لا يعتبر مودعا عنده بمفهوم الوديعه الاختياريه، بل يجري الايداع امامه وفق الصلاحيه المخوله بمقتضى القانون ضمن المهنه التوثيق. والمحكمه لما اعتبرت شهاده الموثق وثيقه رسميه تفيد المشتري الالتزام بالاتلاف ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور، تكون قد خارقت مقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات العقود. كتلاحظوا هنا بان العمل القضائي كيميز لنا بين العقد التوثيقي وباقي الشواهد التي يمكن ان تصدر الموثق، كعقد الايداع، شهاده الاداء، شهاده بوقوع البيع او الشراء، حيث اقر العمل قبل العقد الرسمي لا يطعن الا ضمن الحكم المبين عليه فيما يمكن الطعن فيه بباقي اوجه مبينه على الاكراه والتدليس او الغل في حال اخرى. اما الشواهد المذكوره اللي قلنا الايداع، شهاده بوقوع البيع، الشراء، لا تعتبر رسميه بل تخضع لسلطه المحكمه في الاخذ بها او ردها. حتى المحكمه بالنقد صدرت كذلك قرار في هذا الاطار في الملف المدني الالي انه لا يمكن هنا لا يمكن الى ان اجراء البحث في القضيه اش كيقول له كل سلطه المحكمه بالقضيه ترجع لها الصراحه في الاتجاه اليه متى رات ذلك المتجه في الدعوه والصغنى اذا رات غير ذلك ولا رقم المحكمه تقضي عليه في ذلك، وان الشهاده الصادره على الموثق خاضعه لتقدير المحكمه ولا يجد ما يمنع من الاخذ بها اذا اطمأنت الى صدقها. وهي لما ثبت من الشهاده الصادره على الموثقه التي عاد اليها الطرفان بتحرير ان ثمن المبيع وضع بين يديها داخل الاجل وان الافاده التي تضمنتها مطابقه لما تضمنته الشيكات المسحوبه من طرف المطلوب وكذا التحويلات البركله، تكون قدرت تلك الشهاده تقديرا سائغا يبرر ما انتهت اليه. وفي قرار اخر هنا تصدر حديث وهو في 2021 في مجال الهبه، ذهبت محكمه النقد الى ما يلي: بمقتضى الماده 250 من مدونه الحقوق العينيه يشترط لصحه الهبه ان يكون الواهب كامل الاهليه، وانه من المقرر فقها وقضاء ان اشهاد الموثق والعدول على عقد الهبه ليس دليلا قاطعا على سلامة الواهب الصحية، لأن ما كيدخلش في المجال ديالي. السلامة الصحية ديال مثلا ديال الواهب ما كتدخلش من صميم عمله، هو ليس خبير، ليس طبيبا، هو كيقول هو الظاهر، ولكن إلا ثبت بأن السلامة الصحية ديالو راه مشهورة راه ما يمكنش لا تعتبر حجة قاطعة أنه راه سليم. هو كيقول لك ليس دليل قاطع على سلامة الواهب الصحية، وأن شهادتهم بالأتمية إنما هي على ظاهر الحال.
أما الأمراض المؤثرة في الإدراك فيرجع القول فيها لأهل الخبرة في نظام الطب. ما يمكنش واحد يدير الهبة وتعتبر ديك الهبة مثلا بالنسبة للواهي إلى كاين مثلا فيه مرض أو الغلل، ليس دليلا قاطعا أنه ما يمكنش الطعن في السلامة الصحية ديالو، لأنه هو كيحكم هذا المنطق على ظاهر الحال. حيت الأصل بحال دابا في الملاءات الدماء كيجي واحد في الإكرام البدني كيقول لك إوا أنا راني معسر علاش ما خلصتش؟ ذلك المحضر بعدم وجود ما يحجز، جيتي ما لقينا عندك باش غتخلص، درنا لي في الإكرام البدني، مشى عند قاضي تطبيق العقوبة كيقول لك إوا أنا معسر. إلا يقول لك أودي الأصل في جميع نحن هو ملاءة الدماء، والعسر مسألة عرضية لا بد من الإثبات ديالها. وحتى المشرع كيقول لك اسيدي ديك 640 قرن مسطره وما يليها، الا بغيت تبدل جايب لي واحد الشهاده كيسلمها الوالي والعامل فاش كتاوى ما تخضعش ضريبه الى غير ذلك. بالتالي هذه امور عرضيه بحال السلامه الصحيه. الاصل فينا هو الادراك والتمييز، هو الاصل. والخلل العقلي والامراض المؤثره هي مسائل عرضيه، ولكن شكون اللي كيثبتها؟ ما يمكنش يثبتها الا اهل الخبره بحال القضاء. واش القضاء انا غادي نبت في مساله تقنيه؟ ما يمكنش ليا. يقول لك ملي توصل مساله تقنيه سمح ليا، يد القضاء مرفوعه، خصك تلجا لاهل الخبره وهما اهل التخصص في ذاك الميدان اللي انا ملزم باش تحل عليهم هذا الموضوع. صحيح كيقول لك راه عندك الرقابه، ولكن الرقابه في مشاكل شكليه، ولكن في الاخر ما يمكنش تحكم بدون خبره. ما يمكنش تحكم بدون خبره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وشكرا لكم على حسن الظن. شكرا للدكتور على هذه المداخلة القيمة، وشكرا للدكتور حسن فتوح على مداخلته القيمة. لا شك أنكم أدركتم واطلعتم وعاينتم ان هنالك انظمه عقاريه متعدده، وان الايحاء العقاري بالمغرب متعدد ومتنوع الذي يؤدي الى تنوع واختلاف في الاطار القانوني الذي يضبطه ويحكمه، والذي يلزم علينا نحن كمحامون ان نترافع به، ويلزم القاضي بالبت وفقا هذا الاختلاف. لاحظتم ايضا كثره الاجراءات، تعقيد الاجراءات، اختلاف الاجالات والاثار المترتبه عنها، اختلاف ايضا في الحمايه التي يوفرها المشرع لمراكز الدعوه، سواء بالنسبه لطالبي التحقيق وخطورتها بالنسبة للمتعرض، أيضا إمكانية الانفتاح على اختيار مسطرة معينة قد يؤدي إلى فتح ما يمكن أن نسميه أجالات جديدة وإهدار للوقت. إذا كل هذا التعقيد، كل هذا الاختلاف، سواء بين الاختلاف على مستوى الشكل او على مستوى الشكل الموضوعي، لا شك ولا مراء ان الاساتذه قد يكونوا وضعوا تشخيصا في جزء بسيط او فقط من القانون المغربي المتعدد والمتنوع والمختلف. رساله قانونيه هائله واجراءات في كل ترسالة تختلف عن الأخرى ومعقدة أيضا، ولا شك أيضا وأنتم تستمعون بعناية وبتمعن إلى هذه المداخلات أنكم كنتم تسبحون في هل كان بمقدورنا، هل نحن قادرين أن نضبط كل هذه الإجراءات وأن نرافع من أجل حماية مصلحة الموكلين ديالنا. هذا يعني وهم يرافعون وهم يؤدون
هذه المرافعات بإتقان لأنهم أهل الخبرة وهم متمرسين. أنا ينتابني هل ربما كنت قد أهدرت مصالح ممكن أو لأنني اخترت النسخة غير الصحيحة وغير التي تؤدي بنجاعة إلى الحق. إذن الدعوة هي وسيلة إلى الوصول إلى الحق، خلفية الإجراءات هي من أجل تسهيل وانسيابية الوصول إلى هذا الحق، وفي حالة تعقيدها هل تؤدي الخلفية والهدف والغاية أن تحول دون الوصول إلى هذه الغاية؟ هذا إذا كان الحديث في المادة المدنية على هذا النحو وعلى هذا المنوال، فإن هنالك تساؤلا أيضا، لو كان هنالك الآن خبراء في المادة الجنائية وهم يتقمصون المادلين أمامكم الموجودين أمامكم الآن يتقمصون نفس الدور، لو كان الموضوع موضوعا يتعلق بالمادة الجنائية وهم بمثابة الموسوعات. إذن هذا الاختلاف إذا كان الإجراءات في المادة الجنائية هو حماية وتعزيز الحقوق والحريات على الأقل، هكذا تعلمنا أو استخلصنا التعريف للإجراءات في المادة الجنائية. فهل هذه الإجراءات فعلا وحقيقة تحمي هذا وتوفر الكفالة والصيانة للحقوق والحريات؟ هذه هي الأسئلة التي نحاول عبر هذه الندوة وعبر هذا اليوم الدورة التكوينية، وغدا في اليوم الدراسي سيحاول الخبراء والفقهاء الإجابة عنها. الآن نفتح النقاش إذا كان هنالك من تساؤل أو أسئلة ترغبون أو تودون توضيح نقطة ربما لا زالت يحوم حولها الغموض أو الشك، أو تريدون المزيد من التوضيح للأساتذة. إذا نفتح الباب للمداخلات إذا كان هنالك ترون وتقدرون أن الضرورة تستلزم ذلك. شيء متدخل ولا متدخلة؟ أستاذ؟ رقم واحد مباشرة تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر الجزيل لهيئة المحامين للناس مجلس ونقيب على تنظيمه لهذه الدورة التكوينية، والشكر الجزيل للسادة المتدخلين على المعلومات القيمة التي أضحكونا بها. من كتفاعل حول النقاط التي سبق التطرق إليها، تتجلى خصوصية تناول القضايا العقارية في الفصل 37 من قانون دائرة التحفيظ العقاري، الذي اعتبر أن محكمة التحفيظ تبت في ساحة التعرض أو عدم ساحته، بمعنى أن محكمة التحفيظ هنا تكون شبه كما أطلق عليها الفقهاء، يعني ليست لها الأتمية أو الأهلية يعني كرفيقتها أو كقرينتها في المحكمة العادية عندما تبت في سائر القضايا، لأنها تتناول جميع ما يعرض عليها. ولكن محكمة التحفيظ في إطار الفصل 37 من دائرة التحفيظ العقاري مقيدة بنقطة معينة، هي صحة التعرض أو عدم صحة التعرض. وهذا يطرح إشكالا على اعتبار مثلا أنه لو كان متعرض واحد حكم له بصحة تعرضه هو استحقاق العقار، وحكم
المتعرض الثاني بحق ارتفاق على هذا الاحقار وحق انتفاع على هذا الاحقار، فان المتعرض واحد عندما سيحل سيقوم ب سيحل ملف المحافظ العقاري ويقوم بفتح ملف بفتح طلب التحفيز، سيصبح المتعرض الذي له حق الانتفاع بدوره سيعرض هذا النزاع وهذا المحكمة، وسنبقى في يعني في نزاع مستمر، ويعني هذا يبدو أنه يتعارض مع النزاع القضائي. ثم أيضا النقطة الثانية هي قرار المحافظ، كما أشرت الأستاذ الفضيل أن هناك تنوع في قرار المحافظ العقاري وتنوع في الجهة التي تتعب بها، فهم في الجهة القضائية التي يعرض عليها، فطالة تكون الجهة القضائية هي المحكمة العادية، وقد تكون محكمة والأصل فيها أن تكون المحكمة الإدارية، وهذا سيؤثر لا محالة على حقوق المتقاضي، المتقاضي الذي قد يخطئ في رفع النزاع في رفع الطعن إلى الجهة إلى القضاء العادي بدل القضاء الإداري أو العكس، هو كان المفروض أو المطلوب من المشرع أن يقوم بتوحيد الجهة القضائية حتى لا يكون هناك ارتباك، وكما أشرتم وأوضحتم أن هناك يعني من العالم القضائي أوضح أو بين أن هناك مثلا أشرت الأستاذ الكريم إلى الطعن في قرار المحافظ لما اعتبر رفضا ضمنيا، وبالتالي اعتبر أن الاختصاص هو القضاء الإداري. ثم أيضا عدم تقييد المحافظ العقاري عندما تعتبر المحكمة أن مثلا عدم صحة التعارض. إذا كان زي المحكمة محكمة التحفيظ قد ناقشت الحجج واعتبرت أن حجج الطالب التحفيظ أقوى وبالتالي عدم صحة التعارض، المحافظ له في هذه الحالة أن يرفض طلب التحفيظ. هنا يعني ما مآل المسطرة التي مآل السنوات والحقوق التي والمصاريف والوقت الذي أهدم، يمكن أن نقول مثلا أنه لو لم تكن محكمة التحفيظ قد ناقشت حجج طالب التحفيظ مثلا عندما تكون حجج المتعرض غير كافية لأن تناقش، عندما يكون طالب التحفيظ مثلا حائز الأحقار وطالب التحفيظ وكل الحجج لصالحه دون أن تمر إلى مناقشة حجج المتعرض، هنا يمكن أن نفسر أو يفهم منه أن المحافظ له تلك السلطة في أرضيته. أيضا النقطة يمكن أن نستشف منها خصوصية المسطرة العقارية، هي كما أشارت الأستاذ الفضيل إلى أن مثلا في قضايا ديال الجماعات النيابية أن هي وحدها لها أن تقرر أن العضو مثلا الجماعة النيابية هو له الحق في استغلال هذه القطعة أو ليس له. قد تبدو الخصوصية في أن هذه قرارات الجماعة النيابية لا بد أن يطعن فيها المجلس الوصاية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري. لا أعلم هل هذه النقطة يعني استقرت عليها محكمة النقد مثلا قبل اللجوء إلى القضاء الإداري لا بد من الطعن في قرار الجماعة النيابية المجلس الوصاية على اعتبار أن قرارات الجماعة النيابية ليست قرارات إدارية، وبالتالي هنا يمكن أن تتجلى هذه الخصوصية. وشكرا لكم على يعني المجلس القديم المسيري. شكرا جزيلا للاستاذ الفضيل على هذه الاسئله التي استفدت بها. نبدا من اخر سؤال وهو ذلك المتعلق بالجماعه النيابيه وقرارات الجماعه النيابيه وما اذا كانت قابله للطعن امام المجلس الوصاية وانتهاء باللجوء الى القضاء الاداري. نعم هو الامر كذلك.